سيكا هي العمارة وبسرها تزهينا. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الاصل. جبن مريح علاش لي فانواز حلوة منك. قلدينا محلاك محلاك يا لميمة. بيولوكس لونيفير دو الالكتروميناجي. جولدن كوفي بنة أخرى. ناتيلي بتبيع خير. Doris Cosmétique, made with love. نهاركم فل، مرحبا بكم. مرسي اللي اخترتوا البرنامج بتاعنا باش تبداو به نهاركم على قناة الحوار التونسي في حلقة جديدة اليوم الخميس 10 فيفري 2022. حلقة الخميس ديما نستقبلوا فيها ضيف سبيسيال من الناس المعروفين من الفن، من الرياضة، حتى زادة من شبكات التواصل الاجتماعي. شو آخر نكتشفوا ضيفنا اللي باش يشاركنا حلقة اليوم في الماكلة، في الطبخ، في المواضيع اللي باش نحكيوا عليهم وفي كل محتوى البرنامج بتاعنا. شو يستنى فينا اليوم في برنامج نهاركم فل على قناة الحوار التونسي؟ اليوم في الإكسبير دو جور نحكيه على التأمين، نحكيه على الأسيورانس، بالتحديد على جدول التصنيف. شنو بالضبط جدول التصنيف؟ علاش كل واحد فينا من الناس اللي عاملين أسيورانس ونحكيه هوني على الأسيورانس متاع السيارة مصنف حسب الجدول هذي؟ علاش ناس عندها نفس الأعوام اللي ماخذ البرمي با إكزامبل ويخلصوا مش كيف كيف؟ هل أنه هوني الحوادث تدخل وناخذوها بعين الاعتبار ولا ليه؟ هذا كله نفهموا بعد شويه في ليكسبير دو جور. اليوم في روبريك فاميلي نحكيوا على علاقه الصغار بالاولياء نتاعهم. هوني نحكيوا على الصغار في عمر صغير بالكل، نقولوا احنا مازالوا في لابتيت انفونس. علاش بعض الصغار يعملوا ساعات كريز في بلاصه بوبليك، في غراند سيرفاس، في ماجازان اللي بارون تلقاهم ساكن حاشمين، يقول لك يتسكك في القاعه على خاطر ما خديتلوش الحذاء هذيك ولا خاطر قلت له ليه. علاش الصغير يعمل هكا وكيفاش في الوضعيه هذيا وفي الحالة هذه نجموا نتعاملوا معاه؟ هذا نجيبوا عليه بعد شوية في روبريك فاميلي. بدل حياتك، نحكيو سانتي اليوم باش نحسنوا صحتنا ونبدلوا حياتنا للأفضل. نحكيو على فقر الدم عند الصغيرات، كيفاش الأولياء يفيقوا لصغيرهم عنده فقر الدم، شنو جوستومون الحاجات اللي تظهر عليه اللي لازموا يمشيوا يعملوا كونسلتاسيون ويعملوا تحاليل اللازمة. علاش يظهر هذا عند بعض من الصغار، وهل مربوط اسانسيالمون كان بالماكلة وإلا لا، والحلول الطبية المتوفرة؟ هذا كل جاوبوا عليه بعد شوية في بدل حياتك مع زانيمو. اليوم حلقة جديدة ونصيحة جديدة من وقاية زانيمو، كيفاش تنحي العادة متاع القطوس ولا الكلب متاعك اللي ما يحب يرقد ويركش كاين في الفرش متاعك، دونك بورتون عنده بلاصة ليه مخصصة باش يرقد فيها باش يرتاح فيها. هذا نحكيو عليه بعد شوية في وقاية زانيمو بيان سور، ومع سبور جيم باي كاليفورنيا جيم نصيحة جديدة كيما كل يوم، الطبخ، الماكلة مع أحلى شيف الشيف أمين، وبرشا مواضيع أخرين في حلقتنا لليوم من برنامج نهاركم فل. مرحبا بكم. رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل، والبداية تكون ديما ملكو جينا. خلينا نتمنوا على منو اليوم مع الشيف أمين. شيف مرحبا بيك. مرحبا ليندا، صباح الخير. صباح الحمد عليك. لله. وانت شحوالك؟ الحمد لله. أيوة اليوم في الخفيف. في الخفيف كل عادة ديما حاجات خفيفة وبدنا بالحق اليوم بعد برشا هكا حاجات. عندنا باغيت فارسي، باش نعملوا باغيت فارسي، باش نعملوا تشيز كيك. باهي باغيت فارسي تجي غوتي، تجي عشاء الصغار يحبوا الحاجه، تجي كل شيء، كل شيء معها سلايطه. من بات وحدنا باش نعمل اكسبليكاسيون كيفاش تسيي. شنو باش تحط فيها من داخل؟ من داخل برشا جبن محضروا لك، هو فروماج رابي سيسيليان، ومعاها خضره، وخذينا البنادق نتاع
كوستيلي نقصوه بالتريفات ونحطوه في وسطها نعملها طويله برشا نحبوا نعملوا كعبات صغار نحبوا نعملها فاسون سوفلي احنا حارين الباتا هاي موجوده باش نقول عليها كيفاش وبعد لو كونتينو داخلين هذاك احنا حط اللي تحب اللي تحب انت باش نعملوها بالهريسه موزه شويه بيان سور حرحره والخضروات والجرنيتور هاك معايا شويه موتارد اتسيتيرا وعندنا باش نعملوا مقرونه جرابت بالفروماج معناها صوص بلونش وفروماج بالنسبه للديسير اخترنا من عند مريح جوتا باش نخدموا بها تشيز كيك ديري تاع دار مع كونفيتور اللي احنا نحبوها تاع سيكا موجوده هي اللي تحب انواع واشكال وباش نعملوا شوكولا شو تاع فانواس تري بيان زاد هي فيها دي بارفان فيها بانان فيها كراميل شوكولا فيها كل شيء هي الشيف الحقيقه منو بالحق خفيف رابيد ساهل وبنين سورتو البات هكا ولا نسبقك شويه باش نحكيو على البات باش تخلي لي الوقت نحضرها تحضرها باش نبدا نحضر انت البات نتاعك باش نقول لهم كيفاش باش نحضرها باش من بعد ما يقولكش احنا الشيف هاي حاضره وكذا وكذا ما وراناش كيفاش باش تحط فيها احنا فارينا ايبيدور باش ناخذوا معاها كابتن عظم سكر ملح جولدينا حليب وخميره تاع خبز تري بيان مادام انت جبت لنا الفارينه نتاع ليبيدور والحليب ناتيلي والجولدينا والخميره نتاع فانواز انا انترتون نقول لكم انه باش نمشيو ديريكتومون اول روبريك معنا اللي فيها ديما نبداو بحاله الطقس والتوقعات الجويه لنهار اليوم مع الميتيو ومن بعد كذا نرجعوا تعودنا ديما نبداو نهارنا بالنشاط والحيويه والسبور مع كاليفورنيا جيم كالعاده نصايح كيفاش ناكلوا بالصحيح نوتريسيون تغذيه فيتنس لي كور دو سبور لي تويلمو معنا لاكتيفيتي سبورتيف حاجه ياسر مهمه ان باغاتي الروبريك هذه على خاطر فيها تفهموا اكثر بدنكم حاجياتكم كيفاش تنجموا تمارسوا الرياضه اللي نتوما تحبوا عليها بيان سور هذا كل مع كاليفورنيا جيم نمشيو معاها تو دو سويت قبل ما نرجعوا نواصلوا مع باقي محتوى الحصه شوي اخر ما تراتيوش الاكسبير دو جور نحكيو على لاسيورونس شنو معناتها جدول التصنيف علاش احنا الكلنا مصنفين حسب الجدول هذايا ونخلصوا جوستومون لاسيورونس نتاعنا ان فونكسيون من التصنيف هذايا هذا كل اسويفر بعد شويه خلينا نمشيو نحكيو سبور مع كاليفورنيا جيم ونرجعو مرحبا بكم في كونسي جيم بايكر في نجيم معكم الكوتش أمين اليوم في صحيح من غلط باش نحكيو ليكزيكيسيون ولا بون ليكزيكيسيون تكنيكمون تاع ديفلوبي ايبول افيك التير سور بون دونك اول حاجه البنك نحطو على 90 دغري هكايا كي نقعدو لازم نكونو لي جامب اكارتي هكايا اي بيان اونكري او سول ناخذ زالتير دي بار نتاعي لازم نكون زالتير او نيفو دي زوراي هنا ندز ونرجع هنا لازم تكون الخدمه نتاعك ان ريتم موديري كيما هكايا pour la respiration فهمت هنا on inspire au mouvement de zen, on expire. La gravate est l'imoujou d'un barca, où les fréquentes à ne pas faire, c'est Azhar Yibad à la banque. Donc, il vous dit, déjà, c'est très mauvais, beaucoup plus pour les disques et pour l'ombre, Rahou Bech, c'est des blessures, Khaïba Barcha Barcha. Donc, Narja, ils ont une plaqué d'Ima. للواحد للبنك ونخدم ودوزيام ايغور اللي تعمل اللي ساعات واللي يزرب واحد يخدم كانوا منعش يجري وراه فهمت دونك لا هذا ما يجبش تعملوهم لا بون اكزيكيسيون بو افوار تو لي بينيف وخدمه افيك توت سيكوريتي لازم نخدموا ان ريتم موديري وهنا تاخذوا تو لي بينيف دو ليكزيرسيس سلامة. اليوم باش نحكيو على البروبليم دو ريتونسيون دو واللي هو نسميه احتباس الماء il se manifeste généralement par un gonflement de notre corps surtout au niveau des jambes et des chevilles parmi les causes de la rétention d'eau il y a une alimentation riche en sel une mauvaise circulation sanguine certains médicaments et certaines maladies حلول الريتونسيون دو سهلين برشا tout d'abord il faut suivre un régime alimentaire sans sel faire une activité physique régulière et avoir une bonne hydratation
نجمو نعاونو روحنا بأون انفيزيون دو بيرسي خاطرها أون انفيزيون درينونت اي ديوريتيك. اليوم في صحة فيتنس باش نحكيو على الجيناج. اون في لو جيناج تو لي جور. اش خص؟ سي اون في كلكو مينوت تو لي جور دو جيناج اون اميليور نوتر كور. أول حاجة نحسو بها اللي تبدا لي ديسان في بدنك. تحس بدن بدا يش ديسين. ثاني حاجة لي باغ دي بوا. تمشي بشوية بشوية وتتافين. ثالث حاجة إل رونفورس تو لي موسكل دو كور. رابع حاجة اللي هي بو موا اهم حاجه اللي لوان لو ستريس تبع يبعد عليك ستريس ابري اوسي il prévient contre les lésions معاش تضرب انت وتقوي معاش تضرب facilement يا تنقص لي بليسور دون لي اكتيفيتي سبورتيف الاخرين والا في الحياه اليوميه دونك فير ان غيناج تو لي جور ميم 2 à 3 minutes حاجه تري بينيفيك. كان عندك سؤال يخص الفيتنس ولا النيوتريسيون؟ ليز اكسبير دو كاليفورنيا جيم يجاوبوا. ما عليك كان تبعث ميساج على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم، كل يوم نختاروا سؤال نجاوبوا عليه. وتوا جا وقت سؤال اليوم. السؤال اللي جانا اليوم يقول لك عندي بلوسكو 6 موا نترينا، من الاول صارت اميليوراسيون وتوا جو سونت كو جو ستاغن. ما فما حتى اميليوراسيون، إلا سافي ابخي depuis un mois. سهلة برشا. البدن راهو السنس بشوي بشوي يسادابت اوز اكتيفيتي. دونك اوتوماتيكوم باش يدخل في الزون دو كونفور نتاعو. هنا خرجوا منها. كيفاش خرجوه منها؟ أول حاجة ساعة لا فاسون ليكزيكيسيون ديزارسيس تبدل، لو ريتم ديزارسيس تبدل، إي ميم لي شارج يتبدلوا، وبشوية بشوية تبدلوا شاك سيكل سي موفمون لا، سو ريتم لا. هنا نوصلوا لنتيجة مخير وبشوية بشوية نقدموا لوبجيكتيف اللي حاجتنا بيه اي طول طون اون فا افونسي. كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعة ان ابونمون بلو باسبور دو 3 موا. باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. شايفه مين حضرتك؟ مين دار حالي؟ سافا؟ سافا لاباس؟ البات نتاعك حاضر خليتها ترتاح نتاع السوفلي. وي. بعد شويه نجيو بحذاك حط لنا شنو لي زانغريديون اللي باش تحطهم في وسطها، قلت لنا باش تشخشخها بجبن مرياح وجو الكل. باش اونتخ تو باش تلانسي لنا الدوزيام بلا. باهي. ما تنساش البنادق نتاعك. اي هكاك البنادق اللي تو خلط علينا نتفرج باش نقول لك باش تستعملها شايف. هذيك البنادق للباكيت فرسي. بعد؟ بعد. نجيو بحذاك. تو باش نمشيو المقرونه نتاعنا. اي. هي مقرونه راهي سهله وصوص بلانش وبرشا فروماج. باش ناخذوا لي غرابيت نمره واحد، باتيون نمره واحد. بنينه تجيب مع الصوص بلانش. ما تحبش الجبن انت خاطر؟ نحب، اما حط مع صوص بلانش تجي بنينه ياسر البابيون. هي باش نحضروا بالكريم فريش نتاعنا ناتيلي. اي هذيا باش نحضر لك الكريم اللي تحبها. اي كيفاش تحضر هي؟ باش نحضر قدامك دقيقة بركة. الماء تاعنا بتاع البويار حاضر. هذاك باش تحط فيه المقرونة تغلي من بعد. مقرونة تغلي. باهي. وصوص بلونش. صوص بلونش باش نحطوا كريم فريش. شوية. خاطر الماء نعرف نصبوه احنا. فوالا. نسيت نوريك كيفاش تصبوه من البويار مش من السبان. مش كيف كيف. اي بلا حتى طرف. باهي. والصوص بلونش. الصوص بلونش هي. باش نحطوا شويه جولدينا، عاوني شويه عاوني. قول لي اش تحب نعاون. شويه جولدينا. باهي، شويه جولدينا، يلا. شويه جولدينا. فوالا. هاني جبت لك لهنا، علاش ماشي غادي؟ وينها؟ قلت لي عاد شيف. ما قلتليش اللي عندك غاديك جولدينا. حط شويه جولدينا. هاي تحط لك شويه جولدينا. باهي، ونجيب لك الزيت. باهي. وبعد باش تحط عندك زاد الكريم فريش. تحط شويه. يزي كيكا جولدينا. يزي. شويه ملح. شوية فلفل أكحل. نعملها إيبيسي شوية، نحطوا فيها شوية نعناع شاي. باهي. أوكي. وعندي حبق نتاع بهارات. الحبق يبنن على الآخر. وي. حبق شايح. حبق شايح. وبعد تزيد عليه الكريم فريش. أي. هاكا الريحة تشم في الريحة. مش بتحط فيها حتى حاجة
هذه مقرونه كذابه يسميوها، هذه كذابه بيضه، كذابه بكذبه بيضه، ليس كذابه ليس بيضه. بي بي مقرونه كذابه، اما هي بصوص بلانش، اما كي تبدا مفوحه اللي حطيت فيها انت الزعتر و سي عاد ماش تولي كذابه الكحل وملح وكل تعطي القوم تاعها. بي هذه صوص بلانش تمشي على روحها اونتر طون المقرونه هذه الماء باش يغلي تاعها، حطينا فيه شويه ملح، اوكي تري بيان. بيه الفروماج هذا سيسيليان الباكي نتاعنا باش ناخذوا شطر نحطوه في المقرونه في الاخر كي نجي باش نحطوها في البريزونطاسيون، وشطر باش نحطوه في الباكيت فرسي. تري بيان. بيه باش تجيب حدايا انت في الباكيت فرسي بيان سور، دونك نحل ونستناك باش نعمل غارنيتور. مي لا تستنينا بعد شويه، جايين بحذاك شيف. احنا اونتر طون باش نمشيو للروبريك اللي من بعد ونرجعو كي العاده دو طون اون طون نتفقدوك وين وصلنا في المنيو نتاعنا ليكسبير دو جور. تو دو سويت نحكيو على جدول التصنيف بالنسبه للزاسورونس نتاع الكهرباء. شنو معناتها جدول التصنيف؟ كيفاش يتم التصنيف هذا على انا اساس؟ وهل ياثر على الفلوس اللي ندفعوها في الاسورونس نتاع الكهرباء والا لا؟ هذا كل جاوبوا عليه في ليكسبير دو جور. باش نحكيو على هذا الكل مشكوره تحت البحرين ضيفتنا ضحى مزيح صاحبه فرع شركه تامين. مرحبا بك مدام، نورتنا. يعيشك. قبل ما ندخلوا نحكيو على التصنيف سولون كيل كريتير يصير، علاش ياثر في معناتها المونطون اللي باش ندفعوه في الاسيورونس تاع الكهرباء، كان فسر لنا ساعه شنو هو جدول التصنيف، دو كوا يل ساجي، معناتها علاش تعمل وكيفاش نجمو نعملوا به تصنيف. علاش اول حاجه دونك جدول التصنيف يدخل في نظام تطبيق دونك كما قلنا احنا التخفيض او الترفيع في قسط التامين اللي عنده علاقه بالمسؤوليه المدنيه دونك الغارونتي ريسبونسابيلتي ريسبونسابيلتي سيفيل واللي هي اوبليغاتوار دونك بار لا لوا. دونك لهنا كما نراو في التصويره علاش جاي هو الساعه قبل كل شيء، جاي جوستومون بور انكوراجي لي كوندكتور انهم باش يكونوا معناتها دو بون كوندكتور، وزاد كيف كيف باش يحرصوا على سلامه المروريه وسلامه الطرقات. يعني حسب اللي فهمت من كلامك في التصنيف هذايا لو بون كوندكتور تلقاه عنده تصنيف باهي اللي ما يعملش ديزاكسيدون، سلامه مروريه، ما يحرقش لي فو، يستحفظ على كهربته، واللي عنده ياسر مشاكل في الكياس وكهربته تضرب ديما. دونك هذايا الكريتير نتاع التصنيف، فماش دوتر كريتير اقدميه باش نفسرها. دونك الكريتير هذايا دونك نتاع لو بون كوندكتور، دونك مثلا الحليف اللي اول مره باش يعمل عقد تامين وما عنده حتى اقدميه في الاسيورونس دونك الي كلاسي اوتوماتيكمون في الكلاس 8 اون با ديشيل، يعني يبدا يطلع، يبدا بالعكس يبدا يهبط. صار تتوسموا فيه الخير. اي بالحق ولا حاجه بيه، معناتها يتحط على اساس راه هو ان بون كوندكتور. هو تبدا من الاول في الكلاس 8 كان نجم يرجع لي التابلو الاول في الكلاس 8 دونك يخلص باغ اكزومبل 200% ما كان الضمين نتاع الريسبونسابيلتي سيفيل دونك لهنا بلوز او موان تجيه غاليه شويه. بعد او بو دو 2 ans مثلا الحريف ما عملش حتى حادث وما جاش استظهر بكونستا وكل شيء دونك يبدا بشويه بشويه يتيح في الكلاس، كل ما يتيح في الكلاس كل ما لاسورونس يدفع اقل، تدفع اقل بيان سور سي دي بارامتر. دونك عكس اللي انا معناتها كيما اللي انا قلت من الاول، يعني هو من الاول باش يثبت اللي هو ان بون كوندكتور ويتحسن في التصنيف لازم ما يعملش ديزاكسيدون. فوالا دونك هذا هو. اي معناتها كي يتحط في الكلاس 8 معناتها هو هذيك الكلاس اللي باش يبدا بها من الاول ويبدا بشويه بشويه يهبط حتى يوصل احسن كلاس اللي هي الكلاس. فوالا دونك اوترومون يبدا نقصد ان با دو ليشيل، معناتها يبدا يوري اللي هو ان بون كوندكتور ويثبت جدارته بهكا التصنيف الباهي. يعني يبدا من 8 اذا كان يهبط في الكلاسمون يخلص اقل على خاطر ما عملش حوادث. بيان سور كل عامين هذايا بالنسبه للسيارات الخاصه. فما لي زوتر زوزاج اللي هما كيما العربيات دونك التجاريه وغيرها دونك عندهم ان اوتر كلاسمون يدخل في عود في الكلاس 8 دونك يبدا في الكلاس 5. بيان سور كيف كيف كل عامين يبدا يتيح بشويه بشويه في الكلاس وبشويه بشويه تنقص ال انت حكيت على الناس اللي يعملوا اول مره يدخلوا باش يعملوا اسيورونس دونك يبدا من الكلاس مو هذاك ويمشي ويحسن في الترتيب نتاعو. وبالنسبه للناس اللي عندها سنوات في معناتها بالبيرمي نتاعها عنده 10 20 سنه وهو يسوق، ساعات تلقاهم الزوز عندهم نفس الاقدميه ولكن ما همش في التصنيف على خاطر يدخل عامل الحوادث اون كونسيدير
ريباراسيون سيغتينمون. والعامل الثاني شنو بخلاف الحوادث؟ هل انه اقدميه البيرمي زاد عندها دور؟ لا ما عندها حتى دور. جست حاجه واحده لهنا. كيفاش معناتها واحد عنده 3 سنين ماخذ البيرمي، واحد عنده 20 سنه ينجموا يخلصوا نفس الموضوع؟ يخلصوا نفس، معناتها انت تو ديبون وشنو المعامله نتاعك في عقد التامين. معناتها انت كان عامل ديزاكسيدون اوتوماتيكمون باش تلقى روحك طالع في الكلاس، وكيف كيف كانك انت ان بون كوندكتور باش تلقى روحك واحد عنده بيرمي 20 سنه ومش عامل حتى اكسيدون ومش جايب حتى كونستا في توت لون دو لا بيريود نتاع لاسيورونس، باش يلقى روحه اوتوماتيكمون في احسن كلاس اللي هي الكلاس اون، معناتها ويخلص اقل. سينو بنحب نقول حاجه اخرى بور لي موفي كوندكتور جوستومون في الكلاس 8 دخل مثلا ومن بعد مثلا عمل ان سينيستر دونك يطلع بكلاس دونك اوتوماتيكمون باش تغلق ا كونتراريو، وزيد كان عمل دونك ضرر بخلاف ضرر المادي فما ضرر بدني يطلع بدو كلاس. لا قدر الله ضربت حد في كياس ولا مترجل ولا ان كوندكتور ولا حاجه. دونك هذوما الكل لي كريتير اللي يدخلوا ان كونسيديراسيون، الحوادث اللي ديغا معناتها ان ديغا ماتيريال والا لا قدر الله ضرب شخص، اقدميه البيرمي، هذا الكل يخلي امكانيه ان واحد يكون في التصنيف نتاعو يا في كلاسمون باهي يا في كلاسمون خايب. اليوم كي نقارنوا بصفه عامه، ما نعرفش اذا كان عندكم ارقام ولا دي ستاتيستيك، شكون لي ميور كوندكتور وشكون لي موفي؟ معناتها ثلاثة نجباء، هل هما الأكثر لي جان والا خاطر يقول لك لي جون يسوقوا متهورين، والا الكبار في العمر نساء رجال، خاطر زاده برشا يقول لك المراه ياسر برودونت على الكياس ما تقومش برشا حوادث، والعباد اخرين يقول لك لا المراه ما تعرفش تسوق. اش تقول الارقام كي ترجموها شنو عندنا؟ والله معناتها ما عنديش ارقام صحيحه. فما اللي يجيك ان جون معناتها وتلقاه يحب يستحفظ منظم يستحفظ على كرهبته، وفما كيف كيف. الحقيقه انا كي يجوني مثلا وتلقاه مازال ياخذ البيرمي هذاك اللي نخاف منه مثلا. اما ساعات يظهر في المستوى. فوالا اكزاكتومون. وبيان سور زاد شنو اللي تخاف منه؟ اكلي مثلا كرهبته ما يسوقهاش هو ويعطيها لعبد اخر يستعملها، دونك لهنا تخاف شويه مثلا تلقاها كرهبه تجاريه ويعطيها لواحد اخر ما يخافش عليه، معناتها ما يخافش عليها كيما مولاي الكرهبه. دونك سي او كا باغ كا، معناتها وما تنجمش تحكم مرات على الحريف كي باش يجيك وكل، معناتها حريف يظهر لك منظم وهو يطلع لي مش منظم، وفما اللي يظهر لك مش منظم ويطلع في الاخر منظم. فوالا اخر سؤال، الانسان اللي يكون ان بون كوندكتور ويكون مصنف بالكدا في الجدول ويحبوه لي زاسيغور سيغتانمون على خاطره مثال للسائق المثالي ما يعملش داكسيدون يحافظ على السلامه المروريه، قداش تنجم تربحوا مارش في لاسيغونس نتاعو؟ ما نعرفش مثلا نجم هو واحد اخر دون لي ميم كونديسيون اما هو عمره ما عمل حوادث يربح 20 30% 10% على السيرونس نتاعو، قداش تقريبا نسبه الربح يعني؟ معناها قداش تنقص؟ اي تقريبا في العامين، معناتها ما بين اللي باش يتيح في الاسيورونس فما هكاك ينقص له 10% 20%، معناتها انت من كلاس وكلاس فما معناتها اون ريدكسيون باهيه اللي تنجم تيح بالكدا بالكدا. تري بيان، دونك يظهر لي هذايا تشجيع حاجه اخرى تفرجوا فينا باش يردوا بالهم في الكيس. أي. حاجه اخرى نحب نضيفها في الموضوع هذايا، قبل الحريف كي كان يجي يقول لي معناتها انا باش نبدل من لاسيغونس لاسيغونس باش نخسر الاقدميه نتاعي، دونك قبل كنا نطلبوا شهاده يجيبها من لاسيغونس اللي كان عندها باش ما يخسرش الاقدميه نتاعو. دونك توا من 2019 تبدلت، ولينا دونك فما اون كولابوراسيون ما بين الجامعه التونسيه للتامين والهيئه سي جي ا دونك الكوميسيون جينيرال دي زاسيغونس، عملوا اون باز دو دوني معناتها لي كليون مثلا جاي اليوم عندي انا وغدوه مشي عند واحد اخر، دونك il garde l'identifiant نتاعو، دونك يلقى روحه مثلا كان هو معناتها في الكلاس 4 جو دي نامبورت كوا، يلقى روحه كيف كيف عند لاسيورونس الاخرى في نفس، معناتها ما يخسرش الاقدميه نتاعو. هي لهذا معناتها هذا يتمكن انه اي واحد يكون عنده هيستوريك نتاعو هيستوريك نتاعو مش يعاود يبدا من الصفر مع لاسيورونس واحده اخرى، ولا لاسيورونس تقعد تلوج في لي دوني وتعرف عليه سيتي ومرات ومرات مرات يجيب لك قبل كي كنا معناتها كي كان القطاع مش منظم كيما هكايا كان يجيب لك شهاده دونك فيها الغولفي بونوس مالوس هذايا الجدول، تلقاه هو في الكلاس 4 وفي العام هذاك هو الى في
ان سينيسترو معناتها وما صارتش ما تحيدش يعني. دونك يجي انت تحطه في الكلاس هذيك تتبع الشهاده الوغ كو هو معناتها نورمالمون يكون في كلاس اقل. دونك حاجه هايله برشا تري بيان تسهل الحقيقه وتعطي معطيات بلو بريسيز على كل كونجكتور باش هكاك ما يخسرش الاقدميه نتاعو. دونك كنتوا تسمعوا انه جدول التصنيف هذا مهم برشا باش يعطي نقولوا احنا فكره للاسيغور اللي انت سائق تحترم معناتها اشارات المرور السلامه المروريه ما تعملش حوادث هكاك تخلص اقل من حد اخر اللي في الكيس الحقيقه ساعات تلقى الكهرباء مضبطه لي زاكسيدون بعضهم على خاطر يحرق لي في نجم حتى لقطر راه يضرب حد في الكيس ولا مترجلي هي سياقه متهوره ما نجمش يكون مثال للسائق اللي يقتدي به اللي هو سائق مثالي. فوالا ميرسي بوكو يعطيك الصحه ضيفتنا ضحى مزيح صاحبه فرع شركه تامين ميرسي اللي حضرت معنا وميرسي اللي فسرت لنا اليوم كل ما يتعلق بجدول التصنيف في ليكسبير دو جور ان شاء الله وضحت الصوره عندكم اكثر فاكثر. احنا شويه خلينا نعمل تنقيزه الكوجينه مع شيف امين نتمنوا على المنيو نتاعنا ولكن قبل نمشيو لقيت زانيمو اليوم نصيحه جديده كالعاده مع قيد زانيمو الناس اللي تتربي في حيوانات كيما قطوس ولا كلب يقولك عنده العاده انه ينكس اب يجي يرقد بحذايا في الفرش الوغ كو عنده بلاصه مخصصه ليه ما يحبش يرقد فيها علاش وكيفاش نتعاملوا في الوضعيه هذيا الاجابه تكون كالعاده في قيد زانيمو. عسلامة ومرحبا بكم في قيد زانيمو. السؤال اللي نجاوب عليه اليوم هو زعما علاش كلب يحب يرقد في فرشي مش في فرشه؟ زعما صغير عليه؟ برشا سبيب تنجم تخلي الكلب نتاعك يخير فرشك على فرشه هو، تنجم تكون برد عليه في فرشه دونك يخير يجي يتدفى محذيك، تنجم يكون يحس روحه محمي دونك يحس بحمايه اكثر محذيك، في الحاله هذيك اون بو ريكوموندي انه كلبك تشري له الدوم اللي نجم يدخل فيها ويحس روحه كوفير من جهه الكل باش يقعد هكا ديفي. اذا كان ندخل زانيمون نلقاو برشا انواع نتاع فروشات راهو ماهوش باغ هازار، كل فرش مجعول لحاله معينه. برونون ليكزومبل نتاع الكلاب ديكستيريور. تقول انت عنده نيش يرقد فيها صحيح اما المستحسن زاده تحط له فرش في النيش هذاك باش يكون مرتاح كي يرقد ودفتوف. نصيحتي لكم انه تختاروا ان كوشاج افيك ان تيسيو امبيرميابل اللي ما يعديش الماء باش حتى الا لا قدر تبلك الفرش والا خرجوا الكلب بفمه باش يلعب في جنينه ويمرمدوا يكون الغسيل نتاعو ساهل. باغ كونتخ اذا كلبك في الدار وقتها نحكيو على دو سيتياسيون الدنيا سخونه والا الدنيا بارده. اذا الدنيا سخونه من المستحسن تحطوا ان كوشاج كيبدا ليجي كو سوسوا ان ماتلا ان تابي والا حتى فرش نورمال ما يبدا لابيسيغ نتاعو مش عاليه والتيسيو نتاعو ما يسخنش باش ما تزيدش سخانه على سخانه ديجا الموجوده. باغ كونتخ اذا الدنيا بارده وقتها الي امبورتون باش تخمم في التفاهم تاع كلبك على خاطر تنجم تكون تو سامبلومون يطلع الفرشك على خاطر بردان كيما قال رامي. وبيان سور لي كونسيير نتاعنا اللي تلقاهم في زانيمو ينجموا يعاونوكم باش تختاروا الكوشاج اللي يتماشى مع الغاز نتاع كلبكم مع حجمه ومع الطقس بيان سور. وكان عندكم اي سؤال ولا اي موضوع تحبوا تطرحوه تنجموا تتصلوا بينا على الواتساب كو سوسوا باغ تكست ولا باغ ميساج فوكال على 20 43 43 43 وما تنساش باش تعمل ابوني للباج انستغرام نتاعنا زانيمو تونيزي. سيتي وقايد زانيمو ان شاء الله نهاركم زين ومع بحيوانات. ورجعت بحث الشيف امين للكوجينه قبيله شويه خليناه باش يحضر لنا البات نتاع شنو هو الباغيت فارسي الباغيت فارسي فوالا مش سوفلي الباغيت فارسي باش تحط لنا فيها قلت خضره ولي بولات نتاع كوستيليا وجبن مريح هكا هي في ميزون طعم بها كل شيء تري بيان باهي مرتاحه بالكدا اي قبيله عطيناهم كيفاش عملنا البات ورتحناها نحل فيها قاعد بشويه فارينه من عند ليبيدور وي لازم نحلوها اي ومن بعد لي زانغريديون باش نحطوا لي زانغريديون نتاعها باهي جيب لي حكه ريسه ليندا تعاوني باش تعمل حاجه حاره اي لازم باهي عندنا حكه ريسه من عند سيكا كيفاش وحنا طاولتنا نقصة سيكا مجي هي باهي شوف البات احنا كيفاش نعملوا لها ليندا نحلوها شويه بالطول معناتها ايوا هذه الهريسه هذه الهريسه نحلك هذه كوستيليا لي بولات اي اي راهي هذه لي بولات شنو اخر باش تحط فيها شيف لي ليغوم سي حاضري كيفاه الخضرة قصيت سي اي ناخذوا الهريسه نتاعنا ومن بعد حرحرتها برشا هكا شيف راه اي معناتها تبنن الحرحيره هذه هذه الخضره نتاعنا دونك شايف حاطين الطماطم والليتو والبصل شفتني يدهني ويدهني 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 الفطور يضيع وتو باش نزيدوا لي بولات نتاع كوستيليا اللي هما بنادق بنادق كوستيليا بنين برشا
هذو ما بيكونوا كونسيرفي بالقدا في الزيت نتاعهم باه هذا يكون نهار اربعه يبعث لنا راه سلعتنا راه يعطيه الصحه باه كل شيء فريش وبنين ما ننساوش الجبن نتاعك سيسيليان هذاك رابيت نجم تمدوا لي ليندا باه هذا في الفريجيدير نتاعك بيولوكس وين الهوني هذا سيسيليان تري بيان يا انتر تان مادام انت حطيت الجبن شايف انا حاب نذكر الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا وانا بحذاك في الكوجينه وانت بيان ايكيبي من عند بيولوكس تبارك الله الفريجيدير والميكرووند والكوشه نقول لهم انه مع بيولوكس اللي عندها اكثر من 19 سنه خبره في المجال الالكتروميناجي تربحكم بمناسبه شهر فيف اللي هو شهر الحب ام باك اسمه باك الحب بيولوكس شنو فيه الباك هذا فيه تلفزه ليد سمارت 32 بوص وفيها زاد كيف موجود فيه لافيسيل ماجيك اينوكس تهز 12 كوفير وفيها 6 بروغرام وزاده ايكونوميك اللي يحب يربح الباك الحب بيولوكس هذايا ما عليكم كان تدخلوا على الباج انستغرام ولا فيسبوك نتاع بيولوكس اللي موجوده وتليفري على كامل تراب الجمهوريه لي برودوي نتاعها الكل اون الكترو ميناجي دونك تحبوا تلقاو شنو ما شروط المشاركه ولي كونديسيون نتاع البارتيسيپاسيون ادخلوا على الباج فيسبوك والانستغرام بيولوكس تونيزي باش تربحوا باك الحب مع بيولوكس بمناسبة شهر فيفر اللي هو شهر الحب شهر الحب شيف يعطيك الصحة حالة. على الفاخس هذية شخشيخة بيها بجبن سب كلها بشخشخة سيسيليا متاع مرياح دخل هنا الكوشة هذي توا اي هيك على موديل تاع فلوكة بيه على موديل تاع ليوت والجو الفلوكة بيه ادو تالور مي شيف نرجع بحذاك نكملوا لي ديسير نتاعنا نذكر لي ديسير شنو عنا اليوم ديسير عنا تشيز كيك وعنا شكرا شو très bien يلا شيف ملا مدام تلاقينا بعد شويه في الديسير وحنا اليوم خميس ساعه خليني نحط بعداك ضيفي بتاع اليوم نطمن عليه مغرومه بلوس بالكوجينه مرحبا بيه كل نهار خميس يجي بحضنا ضيف يشاركنا محتوى البرنامج ندخلوه في الجو بتاعنا نشوفوا غرامه بالكوجينه والا لا دونك اليوم ضيفنا محمد علي عباس اللي هو صانع محتوى تيك توكر عنده زاد كيف نشط على الانستغرام عمره 22 سنه تبارك الله عنده بلان دو بروجي في حياته معبي بالطموح فرانشمون نحبوا نكتشفوا نعرفوا اكثر اليوم خاصه انه برشا مغرومين به على لي ريزو سوسيو نستقبلوه بعضنا هوني في البلاتو مرحبا اجا بعضنا محمد علي نورت اليوم في البلاتو شحوالك سافا لاباس عليك تفضل محمد علي لاباس الحمد لله اول مره في بلاتو تاع تلفزه بالطيب لي حضرت حضرت قبل طيبت لا ما طيبتش ما حضرت لا لا في دارنا نطيب بالحق مغرومه أتفوت على غسيل الماعون لا هذيا حاجة إكسبسيونيل فما حد يحب غسيل الماعون لا هو اللي يعرف يطيب لازم يعرف يغسل الماعون قبل ما يعرف هو فما فرق بين يعرف يغسل ويحب يغسل لا يعرف يغسل لا أما تحب تغسل كمان أيوة نحب مادام يعرف مادام يعرف فرانشمون غزو الكل تصيف في الماعون أنت الكل تحكي ستريس وفي رمضان عقب الليل كي نبدا الصايم بعد لذين نغسل مهم بعد عقب الليل بي محمد علي مرحبا بك نورتنا للناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا للناس اللي ما عندهمش يمكن ريزو سوسيو انستغرام تيك توك خاطر فهمش شكون عنده انستغرام تيك توك ليه والعكس بالعكس وقبل ما نبداو معاك ونستقبلوك خلينا نمشيو نشوفوا الفيتير هذايا ذكرتوا يا تعمل كنت مساعدة وحبوا بعض نمشيو نشوفوا الفيتير هذايا باش تعرفوا اكثر على محمد علي ناخذوا فكره ان بتيت ابيرسيو على لو كونتوني اللي قدم فيه على لي ريزو سوسيو على انستغرام على التيك توك وبعد نرجعوا ليني دالي عباس عمري 22 سنة برج الجدي مغروم بالكوجينة مغروم بالرسم وأكثر غرامي وأكثر حاجة نحبها ونتمنى إن شاء الله يا ربي معناتها اللي هو التمثيل بديت بفكرة عملة فيديو صورتها بتليفوني منتجتها بتليفوني هبطها في التيك توك نلقى برشا عباد تفاعلت معها في السوشيال ميديا الحقيقة دارت فيسبوك انستغرام تيك توك دارت يوتيوب زيدا إنسان محليه إنسان ما تنجمش تكون لما من غير دالي ما تنجمش تكون ضحكة من غير دالي ما تنجمش تكون فرحة من غير دالي إنسان مجتهد يلوج على كل حاجة إنها تفرح العبيد حاجة تدخل لقلوب العبيد حاجة يحبها صغار يحبها كبار بالحق المحبة اللي راها في عينين العبيد وقت اللي عرضوه في الشارع وقت اللي سلموا عليه هيك ما تتشريش بميل الدنيا
فوالا دونك هذايا الكونتينو اللي قدم فيه محمد علي عباس صانع محتوى تيك توكر على لي ريزو سوسيو مالا جو مغرب تمثيل الشيف تفرج فيه تبع والله يتبع فيه والحق شنو لي سكتش اللي يضحك ديما دور الام دور الام ديما عارك على مشيت العرس اي تو هذيك امك هكاك في الدار معاك مستلهم من امك وجيراني نتبارك الله عليهم نقعدش في دارنا من دار لدار بالحق من دار لدار ما سوسيابل نفطر في دارنا ونتعش في دار الجيران ودار خالتي وكل ما محبوب شو اي ونشوف كيفاش تصرفوا تبدا تقيس في الاحوال وبعد تعمل سكتش ساعات العباد اللي تو الولد تبع فيه الكل معناتها يعطيوني افكار ونعمل لهم فيديو تخي بيان دونك ناوي تمثل نهار اخر كان يعيطوا لك كان يعيطوا لي نمشي تعمل لنا دور بعد شويه به بالحق جبت تظهر لي معك اي جبت ماتريال اي مي لا نخليك اونتر دو بونمان مع شيف امين شيف تفرح لنا به عباس عاد لقب على لقب هكا ولا تقولش يقرب لك شيف خاطر دويتي لا لا اصلي قفصي نحن من زغوين عباس كلنا توين سيش عباس عباس بالقنين تهلنا اخوي مرحبا فيك باش نطلع من اسكندرية في الاخر كيفاش؟ باش نطلع من اسكندرية جملة عباس داكور اللي عندنا في تونس زاد كيف كيف 100% توينسة الدولة العباسية تلم الناس الكل هيا نخليكم إلى كم تفضل سيدي مرحبا بك تعاونوا عاد في الكوجيرة هذا بعد شوية نرجع بحذاكم وأنا أونتخ تو باش نخرجوا فصل صغير مع الإشهار بنرجعوا مع روبريك فاميلي نحكيوا على الصغيرات اللي يعملوا ساعات دي كريز أون بلان بوبليك في الشارع في غراند سيرفاس parents ils n'arrivent pas à gérer يقول لك ما نجمتوش ما نجمش نتحكم فيه دايوغ علاش الصغار يعملوا لي كريز من نوع هذايا وقت اللي اون لي كونتراري وقت اللي لي بارون يقولوا له ما نشريكش الحاجه هذيك ولا يقولوا لي وكيفاش نتعاملوا معاهم هذا كل جاوبوا عليه في فاميلي بعد نخرجوا بوز رجعي رجعنا معكم في جزء جديد من برنامج نهاركم فل مرحبا بكم ونهاركم زين الناس الكل موضوع جديد نحكيوا عليه اليوم في فاميلي خص العلاقه بين الصغار ولي بارون تاعهم نحكيوا على الصغيرات اللي يعملوا دي كريز ساعات اون بلان بوبليك في الشارع ولا في غراند سيرفاس وقت اللي لي بارون يقولوا لهم الحاجه هذيك ليه ولا ما نعملوهاش تولي اون كريز ولي بارون يدخلوا بعضهم ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا يحشموا ساعات قدام العباد والصغير يبدا يتسكك هكا في القاعه جوستمون حبينا نحكيوا على الموضوع هذاك كيفاش نتعاملوا في الوضعية هذيا وعلاش الصغير يسو كومبورت بالطريقه هذيا مشكوره تحضر بحضنا مريم الشاوش كوتش بارونتال واخصائيه في التربيه والعلاقات الاسريه مرحبا بك مريم يعيشك يعيشك نورتني الاستضافه يعيشك مرحبا بك الوغ اليوم وانت كوتش بارونتال مهم برشا ساعات باش حتى لي بارون يزون بيزوان دو كوتشينغ باش يعرفوا يتعاملوا بطريقه صحيحه مع صغيرهم نحكيوا على الصغير اللي يعمل دي كريز اون بوبليك قبل ما ناخذوا النصايح من عندك ككوتش خلينا نحاولوا نفهموا في اول سؤال الصغير علاش يل سو كومبورت بالطريقه هذه علاش ما يعبرش بطريقه اخرى علاش هما صغار عن طريق لي كريز والبكاء والصياح ويتسكك باش ينجم يكونتيست مثلا قلق ولا وقت اللي بارون يقولوا له لي على حاجه باهي اول حاجه يلزم نعرفوا انه الصغير كي يعمل اي سلوك احنا نسميه خاطئ او سلوك يعني غير مرغوب فيه دي بيتيز والا دي كريز والا اي حاجه اون جينيرال فما دي بيزوان كي نسون با ساتيسفي فما احتياجات غير ملبات الاحتياجات هذه تنجم تكون احتياجات بازيك معناتها كيما مثلا الجوع العطش السخانه يحس روحه متقلق معناتها جينيرالمون معناتها سا فاسيليت لي كريز من بعد على اقل حاجه على اقل بوتيت فرستراسيون كيما قلت انت قبيله يحس روحو كونتراري يترشق مثلا منعرفش نهار احد تمشي وتفطروا بحذا حماتك ولا امك ويبدا برشا صغار وبرشا جوجما اتسيتيرا ويبدا يزي ما تمسش هذاك ما تعملش هذيك شويه فرستراسيون ومن بعد tu as la bonne idée انك تمشي ديريكتومون للغراند سيرفاس باش تقضي قضيه الشهر على اقل حاجه صغيره خاطر ما لقاش الوقت انه يل ديكومبونس قبل اكل الطاقه المحقونه الكل اللي قعد ولي فرستراسيون الكل ينجم يترشق على اي حاجه دونك فوالا هذه بالاسباب يعني اي و سي تري امبورطون ان ديما نلوجوا على الاسباب يعني نعرفوا اللي هو مادام عمل حاجه غلط الصغير مادام فما سلوك خاطئ راهو فما اسباب تعبير على حاجه والاسباب احنا الريسبونسابيلتي نتاعنا معناتها احنا اون طون كو بارون نفهموا هالاسباب هذيا ميم سي ساعات راهو مش ساهل معناتها يبداو الاحتياجات على خاطر برشا قلنا احنا البازيك هذوما يبدا تعب شويه جيعان مانك داتونسيون دامور زاد ساعات صغير ولا اكزاكتومون بروبليم دو سيكوريتي يحس روحو خايف تهزو الكروند سيرفاس
سيرفاس سورتو كي يبدا صغير بالقدا غوند سيرفاس لي سوليسيتاسيون الكل يبدا فما برشا ضوء برشا حس برشا جوجما برشا الوان سا بو اكسيتي اكزاكتومون يبدا اتيري بكل شيء معناتها يحب يمس باسكو صغير زاد كيما قلت في الفاز الاولى معناتها السنوات الاولى من عمره يحب يكتشف ديما دون ليكسبلوراسيون دونك باش يشوف حاجات كي اتير سون اتونسيون باش يحاول يمشي يمس كان في كل مره تقول له ما تمسش ليه رد بالك سي بقعد هوني ما تتحركش ا مومون دوني عادي باش يترشق عادي هو احنا نترشق فوالا جوستومون في الحاله هذه وقت اللي الصغير يكون في الكريز هذه اون جينيرال تلقى لي بارون يدخلوا بعضهم كان اون بوبليك كان في غران سيرفاس يحشموا يقول لك يتسكك في القاعه جاريف با لو جيري ما نجمتش نتحكم فيه ما نجمتش نعمل حتى حاجة تخليني ننقذ الموقف كما قلوا احنا اللي هوني معناتها لي بارون شنو الاحسن طريقه اللي يعتمدوها بور كونتورني هكا المومون دو كريز هذيك كيفاش احسن طريقه يتصرفوا بها هوني فما زوز حاجات نراهم من الاصح ياخذوا بهواه والحاجه اللي قالوا عليها ليه مثلا ما حبش يشري له حاجه كما قلت انت لي تونتاسيون مثلا في غران سيرفاس يسكت وخذ بركه واسكت والا il tient tête وقت اللي قال لي سالي كيفاش يتصرف الباك هذايا سي تري تري امبورطون خاطر انا معناتها في الكوتشينغ في التربيه الايجابيه عاده يقولوا التربيه الايجابيه متساهله مثلا علاش على خاطر ماشي في مخنا اللي احنا كي نحترموا الصغير يعني ان نخليوه يعمل اللي يحب لكن سي تري تري امبورطون انه كي تقول انت لا ولا كي ترفض الحاجه لصغيرك بيان سور عندك اسبابك انت زاده مش على كل شيء تقول له لازم فما معناتها توازن في الحكايه اما كي تقول له لا عمرك ما ترجع من بالتوالي ديما كي تقول له لا وعندك كما قلت لك اسبابك تقعد في معناتها على الديسيزيون نتاعك ما ترجعش في القرار نتاعك علاش على خاطر كان انت رجعت في قرارك على خاطرك حسيت روحك امباغاسي ومتقلق في الغروند سيرفاس مثلا وعلى خاطر جوستومون الفيكو نتاعك فيك كي تشوف العباد يغزروا لك تحس روحك انت بيدك سو ستريس اتسيتيرا تولي وقتها كنت تتراجع في قرار هو ما نحبش نستعمل كلمه مانيبيولاسيون خاطر الصغار ما مانيبيول با هذه لازمنا نعرفوها زاد معناتها ما نجموش نقولوا يعمل بالعاني هكاك اما يفهم لي فما فاي اما الا كومبري لو بروسيس معناتها مادام بابا ولا ماما قالوا لي لا انا بكيت كيف عطاوني الحاجه هاي نجرب المره الجايه اتسيتيرا وهذاك هو المشكله هذاك هو التساهل بالحق اكزاكتومون هوني البارون جوستومون يمكن يلزموا يشد صحيح في موقفه باش ينجم يربي صغيره على قاعده صحيحه ولكن في الوقت هذاك لانستونتي كيفاش لازم يتصرف البارون باش هكا الكريز هذيك تقف اذا كان سورتو يحب يحافظ على موقفه وفي نفس الوقت نقولوا احنا يسيطر على الموقف هذاك ما يخليش الصغير فك الكريز دونير هذيك اول حاجه واهم حاجه وممكن اكثريه لي بارون الوالدين مش فاهمينها بالقدا هي انك تتقبل انه صغير يعمل كريز انه الكولير الغضب ولا لي زيموسيون فورت العواطف القويه عند الصغير خاصه الغضب عادي جدا سي ناتوريل طبيعي انه يقوم بكريز على خاطر مخه معناتها تركيب الدماغ اللي هو ماهوش ناضج مازال ماهوش ناضج خاصه الجزء اللي يخليه يتحكم في المشاعر دونك اللي انكابابل دو جيري سيت ايموسيون سي اون انكاباسيتي ماهوش مش يعمل بالعاني ولا اي دونك كانك معناتها تخليه تتقبل فكرة اللي هو يلفي اون كريز ومن بعد نحكيو في كيفاش اون لاجير الكريز هذيك ديجا ينقص عليك برشا وديجا تفهم انه صغيرك عادي دونك ديجا انت ما تتنرفزش في حد ذاتك اكزاكتومون وكي تتقبلها هذيك زاد باش تتقبل ممكن حتى نظره العباد اللي باش يغزروا لك كيفاش في العباد اكزاكتومون خلي يقولوا ايش يهم اكزاكتومون انت تكونسونتر مع صغيرك فوالا انت قلت باش تعطينا كيفاش جوستومون الحلول اللي بها نجموا نتعاملوا في السيتواسيون هذه انا جو فوز انفيت مع الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا باش نسمعوا ان تيمونياج جوستومون خاطر لي بارون عندهم كلمتهم في الموضوع هذايا بارابور سو جونر دو كريز باش بعد زاد اون في لا ديفيرونس بين كريز اللي قلت تحكي عليها انت اللي زلنا نتقبلوها اللي تجي في كونتكست معين بعد نهار تعب صغير ما نحاش هكا البريسيون اللي ممكن نتعرض لها سا ديبون في انا وبين الصغير اللي الحكايه ولات البوز بروبليم وبوان دانتيروغاسيون كبير على خاطر اللي عديه
دي كريز وبكي يكون اكثر من اللي عديه كصغير عادي اكيليبري ايبانوي. زاد الصغير لازم يشيخ يضحك يلعب، معناتها مش باش تكون زاد كوتيديان نتاعو الكل دي كريز دو نير في الروضه في الدار في الكرون سيرفاس. وقت هذولي يا دي كيستيون ابوزي. خلص مو تيمونياج اون بعدي كنرجعو. ولدي عمره 3 سنين ونص، نقول هكا في الروضه خاطر هو جمعه كامله، نهار سبت حد نخرجوا نقول خليه يتفرهد وكل شيء. يدخل لي نهزو باغ اكزومبل لو غران سيرفاس من غير ما نذكر الاسم، اي حاجه يحب يشوفها يشريها، ما يهموش رخيصه غاليه. مرات حدا يدخل لك يمشي يشوف لك تلفزه كبيره يقول لك توا خذ لي هذه، ما يهموش. حاسيلو يبدا يبكي يسيح يتيح في القاعه، ما يخلي ما يعمل معناها هكاها. مشكلة معايا أنا حتى مع لفامي، معناها يخرج مع بابا مع أمي كيف كيف، معناها الحاجة اللي حب يشريها يشريها، ما تشريلوش الحاجة هذيك يبدأ في القاعة كريز. ولدي الكبير ما عندوش الحكاية هذه، ما دوزيام بيبي عنده. النجم تبدا انت خارجه معاه هكا يحبك تحمله بصفة عليه، من العمر عامين وعامين ونص تروازون يرقد لك في الكياس يلزمك تحمله، خرج يلزمه تشريه له اللعبه هذيك يتيح يتسكك الكلوطه الا ما انت تعمله لي حاجته بيه. دونك انا كيفاش تصرفت ونحيتها لصغيري، ما نعملوش لي حاجته بيه. سوا دي لونت تمديت في الكياس باش تبكي نقول لك اقعد اقعد غادي. كان انا كي نمشي كي نبيراني حسني هكا خذيت موقف وبعدت عليه يخلط عليا ديريكتومون، ولي هو يطلب السماح ويولي يقبلها قبل اللي هو ما ينجمش يفرض رايه. حكيت هكا خرجة وشاريين وشوبينج ولعب، بدي بشوية بشوية يستوعب اللي انا مرة نشري لك يبدأ فوق فلوس ومرة ما نشري لكش. حتى راو كان باش تبكي وتعملوا مكيكة راهم العباد يخزروا لك ويضحكوا عليك وقولوا مش متربي. بطول هكا المدة بحكم بدي يكبر توا 5 عام استوعب هالحكاية وتبدلت طبيعته. فوالا كان هذا تيمونياج نتاع دي بارون اللي عاشوا نفس السيتواسيون. مريم شيوش وانت كوتش بارونتال، تو بعد قلنا شنو صحيح والغلط في لي رياكسيون اللي عملوهم، ولكن هوني سمعنا حاجات مهمه في علاقه باللي ليميت بين لو نو اللي نقولوها لصغيرنا اللي فينالمون نجمو نتقبلوا اللي هو يتنرفز كيما قلت انت، ولكن لازم يتقبل اللي فما حدود، اللي فما حاجات نقولوا عليهم اي وحاجات نقول عليهم لي، اللي فما بارون وفما انفون. هوني كيفاش وانت كوتش تحددها عائقة هذية، وقتاش توقف حدود الوالدين وقتاش توقف الحدود للصغير قولوا له ليه لازم يقبل ليه معناتها باهي. الحدود نحكيو على الحدود، صحيح لازم حدود، لازم إطار، لازم إطار تخلي له فيه لليبرتي الحرية انه يعمل فيه برشا حاجات الإطار هذاك، اما لازم دي راجل. لي راجل صغير عندها علاج من ممكن عامين ولا 3 سنين ولا حتى أكثر، ما هوش بش يحفظهم وحده نون بلو، معناتها مش تقوله مرة إتو تاتون إنو سيي بش يتعلمهم وكها ويحفظهم ويعرف اللي كي نقول لا سيي راهو المعلومة ممارسة كي تقولها للصغير يزمك تقريبا 150 مرة بش يفهمها بالكدي يستوعبها وكها وتولي معناتها أونكخي فيه. دونك ديجا يلزمك تعاود. فما حاجة أخرى لانتيسيباسيون، ديما تحاول تقوله لي ريغل ديجا سابق. باغ اكزومبل قبل ما تمشي انت للسوبر مارشي تعرف اللي فما لعب، تعرف اللي فما تونتاسيون وكل شيء، حاول تقول لهم بالمسابق هاو لي ريغل، هاو مثلا باش نقعدوا الوقت الفلاني في كان يعرف الوقت طبعا وهو صغير ممكن مش واضح. تعطيه دي ريغل اللي احنا باش معناتها نستعملوهم وقت اللي نبداو في الكروند سيرفاس هذيك. وعلى اللعب مثلا تنجم انت تقبل انه يشري مثلا لعبه صغيره كانوا يعرف الارقام وكل، تنجم تقول له مثلا ما تفوتش 5000 ما تفوتش حاجه وتحاول تلعب معاه لعبه هكاك اكسيتيرا، معناتها تعطيه لي ريغل من قبل. دونك لونتيسيباسيون ديجا تحاول انك تحذرو تحذروا اكزاكتومون. ابري كيما قلت لك لي ريغل معناتها مش يفو با ساتوندر انك كي تقول له لا مره باش يحفظها هذيك وباش يعرف اللي هو ديما على لا ريبيتيسيون والاستيناس لازم ديما ديما اكزاكتومون ديما نذكروه وتقولوا تذكر لا ريغل. راهو ايديالمون كان نجموا لي ريغل نحطوهم مع بعضنا مش وحدك، معناتها انت ديما تقرر على خاطر الا بزوان زاد هو في صغر سنه هذيك بين عام ونص عامين 3 سنين انه يفرض شخصيتي وحاجه باهيه هذيك بالعكس معناتها الا بزوان اللي هو
ياخذ لي ديسيزيون بنفسه، ياخذ القرارات. دونك تعطيه، تحاول تدخله في لي ريغل زاده، ونحطوهم مع بعضنا ونحاولوا نحترموهم مع بعضنا. فوالا الناس الكل تحترمهم، الناس الكل، لي بارون الكل. وفي الوقت هذا سؤال نختم به معاك، خاطر هذوما يتحضروا بالوقت، يعني لو فات باش تربي صغيرك بالاستيناس، لو فات باش تحط دي ليميت، لو فات اللي باش تعمل انتيسيباسيون وتحضروا، هذا كل يتحضر بالوقت. ولكن في الانستونتي هذيك رينا التيمونياج نتاع بارون، قالت لك نمشي ونخليه يفهم اللي انا جو في باسيدي، يقوم ويخلط عليا. هل هذه هي لا ريكسيون معناتها بارفيت وايديال للبارون، والا باش يقعد يحاول معاه ويحاول يقومه من القاعه وباقي يتسكك، كيفاش لازم يتصرف في الانستون هذيك وقتها؟ باهي هذايا جوست باش نعرج عليها الحكايه اللي انا نمشي ونخليه، خاطر برشا نعملوها خايبه برشا برشا برشا، على خاطر الالتير معناتها لو بيزوان نتاع السيكوريتي نتاع الصغير. دونك لاتاشمون والتعلق نتاع الصغير بوالديه هذيك بالحق خطر كبير اللي هو نفسانيا. دونك عمرنا ما اون مناس لا ريلاسيون، نهدوه بان باش نقطعوا العلاقه وباش نبعدوا عليه حتى تبدا هكا بحكايه فارغه. دونك اون ايفيت ديما ان نقولوا له هاني ماشي وباش نخليك، وحتى كي نبداو مزروبين ايتترا. توا كيفاش نتعاملوا معاه بوندون لا كريز؟ سي احنا ونا ايسي دونتيسيبي، حاولنا زاده، فما حاجه ما قلتهاش ما حبيت نقولها في النصائح اللي كي تعرفوا اللي مثلا احنا تعدينا على غيوم تاع جوي، تعرف اللي هو يبقى يتخاتيغي بالجوي هذاك اللي هو معناتها يستعمل في الدماغ الايمن نتاعو، فما الجزء الايمن نتاعو اللي هو اكثر معناتها ارتستيك هكا والوان وكل، انك تحاول تتصل معاه بنفس الدماغ هذاك معناتها، بس بنفس الجزء، يعني انك تحكي مع تمشي معاه في الخط من الاخر كما نقولوا احنا. عجبتك اللعبه هذه، هي شو محلاها؟ عجبتك الكرهبه الزرقاء؟ وش قولك في الخضره زاده مزيانه؟ تمشي معاه في الخط شويه ومن بعد توجهوا للحاجه اخرى. اكزاكتومون، وش قولك نمشيو نرجعوا لحاجه اخرى، نرجعوا لها نقولوا لها باي باي، نمشيو ناخذوا حاجه اخرى. خاطر ساعات الصغيره هو ما يحبش يشريها، إلي جوست يحب يجربها، يحب يشوف. دونك احنا ندخلوا في زعف الواحد، سي فغي كيلزمنا دقيقتين ثلاثة دقائق من وقتنا ناخذوهم. اكزاكتومون، سيبوزون اللي هو دخلنا في الكريز سي توا وبدا يتسكك اتسيتيرا، اللي هو حاجة عادية كي يبدا متغشش برشا. شنعملوا؟ يلزمنا أول حاجة دونك نتقبلوا الكريز، نقعدوا بحذاه. كي يبدا هو في الليتا هذاك معناتها في حالة النوبة، يعيش هو بنفسه عاصفة معناتها عاطفية. ديجا ما تكملش عليه. وان بليس العاصفه هذيك معناتها فما افراز الهرمون نتاع الكورتيزول ستريس، دونك هو الي سو ستريس. ا سو مومون لا ما فماش تربيه في كي هو في النوبه، ما عندك ما تربيه ولا تحكي معاه ولا تقول له قلت لك هكا ولا حتى تفسر له. على خاطر وقتها ماهوش باش يفهم حتى شيء، هو الدماغ بتاعه وقتها اللي ديكونيكتي معناتها، ماهوش باش ينجم يفهمك. دونك اول حاجه لازم نعملوها هو انه نهديه وهذا الصغير. اون فوا هداه وقتها نجمو نتكلموا نتعداو للتربيه. دونك كيفاش نهديوه؟ ليديال احسن حاجه هو الحضن. الحضن كي نقولوا الحضن علاش؟ على خاطر يبرمي معناتها للبدن انه يفرز لوسيتوسين اللي هي الانتيدوت نتاع الكورتيزول اللي هي تهبط الستريس تو سامبلومون. والزوز نهداو دايوغ كي نحضنوا بعضنا، الزوز باش نهداو. صحيح. اون فوا اهدا، فما صغار مش باش يحبوا هكا اللي يتسكوا كل شيء، تقعد بحذاه ما يسالش، افيك ان روغار بيانفيون. يسكت وبعد كده تاخذ في حضن توسع بالك هكا وتتقبل. ديما نرجع لحكايه تقبلها حكايه النوبه هذيك. يعني هذوما لي بون جيست باش واحد ينجم في الوقت يلقى حل، ولكن الاحسن انك تخدم كيما قلت انت عليها الون تيرم. تحضر صغيرك قبل ما تخرج، تو لو كالم تو لونكادر، وسورتو تسنسو بشويه بشويه باش نبدل له العادات هذوما. وهذا هو الطريقه الصحيحه اللي بها نجموا نتجاوزوا المشاكل هذوما، اللي ذولي ما فماش حتى بارون ما تعداش بيهم بلوز او موان، حاجه عاديه عادي جدا. يعطيك الصحه فريمون، ميرسي بوكو مريم جيوش كوتش بارونتال اخصائيه في التربيه والعلاقات الاسريه. ميرسي اللي بسطت المعلومه، فسرت لنا بالكدا كيفاش الطريقه المثلى للتعامل مع الصغيرات في الكريز اللي تصير ساعات اون غران بوبليك. ان شاء الله ترجع بحضرنا في مواضيع اخرى، نزيد نتعمقوا اكثر في دي سوجي كيما هكايا في فاميلي. احنا ديريكتومون باش نمشيو للكوجينه نعملوا طلع على شيف امين وعلى ضيفي محمد علي لو تيك توكر المغروب بالكوجينه. طلع انا جايب بحذاكم الاولاد. دكتوره معاك جيب انا جايب بحذاكم تو دو سويت. و
entre-temps, باش نمشيو بعد شويه زاد لا سيليكسيون دو جور انا باراتي بحدنا في نهاركم فول مزي برنامجنا متواصل معاكم وميرسي اللي اخترتوا تعديو الصبحيه معنا ديريكسيون كوجينا بعد نخرجوا بوز رجعين هل نغسل معهم؟ نغسل معهم مالش هل نغسل أنا قاعدين يأكلوا خديمة بوهم لنها سيش وانت مش تأكل زيد لا ها خلي لهم دار بوهم ونهج هم وبوه هم وبوه قاعد الحد وميشي بقى درباب شو بتعمل فيه؟ نحلها ونسكن فيه ونطيب الروح ونغسل روحنا نقشير روح بلح فليل فين ساهر مشيتش الحنة؟ ايه بحضة من جية جارتي ايه خمورة جمع طاح وطاح جمع الأخر لا لا طاح مش طاح من الدروش ضعت عليه أخوتي الوان ضعت عليه قلت له جيبها لك زلق مرجع يعني شو تبحليك وشو كتخرن قلبك معبية سامحني عاش بنيتي اي نخسر في معون باري شدي بلاستيك مش كليتي جيت نعاونك ماك كليت باري شدي بلاستيك باري خليني هذوما من بين السكيتش تشوفوا عليهم سبيعة محمد علي في الانستغرام طب تشوفوا في الانستغرام ولا في تيك توك توزوز بي غرام كبير بالتمثيل بالسكيتش قبيلة حكينا ديما وانت تاخذ كونتوني من العبيد اللي داري بيك صحابك جيرانك امك العبيد تعطيني افكار اللي تبعوا فيها معناها توا ناخذ في الافكار من العبيد اللي قاعده تتبع فيها الحقيقه توا يقترح عليك في المواضيع كل ما نعمل فيديو نقول سي الافكار وفات نهبط على انستغرام نقول شنو تحبوا فيديو جديد جيبوا لك فكره جديده جيبوا 1000 فيديو جديد بالحق ونوحل وباش نصور كنت مثلا نصور معناتها فيديو في دقيقه في درج ماكس معناتها حتى من المونتاج ما ياخذش وقت توا انا نهار نصور فيه 3 فيديوهات نهار كامل وانت تصور في الفيديوهات هذوك وليت ماخذها سيريو الحكايه مسؤوليه شايف امين في بالك بخلاف التمثيل دالي ضيفنا اليوم اللي هو تيك توكر انفلونسور انستغرامر مغروم برشا بالطبخ والكوجينه قال لي ايبان كنقول لك حاجه قالها لي في الكوليس قبيله قال لك يعرف يطيب المطبقه وما ادراك معناتها اللي هي من اكثر الحاجات اللي يعرف يطيبها فهمتني تعرف طيب وبيدو خلي بالحق يحضر في روحه المره الجايه باش يجي يعمل المطبخ باش يجيبش نجي احنا كل نهار جمعه الشيف نخرجوه العبيبسه باش تاخذ الكوجينه طيب. وانت تجي طيب هنا بعدين شنو تعرف طيب في الحار مثلا بخلاف المطبقه؟ نعرف نعمل مقرونه نعرف نعمل كسكسي كسكسي ملوخيه الحقيقه كي نستحضر اللفاحات نتاعها شوي ترى مثلا تبدا امي بجنبي وتقول حط معناتها اي نجم نعمل ملوخيه ترى مثلا ملوخيه خلينا نشوفوا الشيف شو يجي فيها الفيح اول حاجه ساعه الملوخيه اني ريتهم يحطوا راس بصل صحيح كابا طماطم صحيحه صحيح ولا يمشي ويقليوا الملوخيه في الزيت وبعد يصبوا الماء يعبيوها بالماء بعد يغطيوا عليها شنو يجي فيها حاجه اخرى لفحات توي نغزر نحاسب فيه خميها رايي انا نسال هو يصلح فما ناس يحطوا راس بصل كيما هكا اي رند تحطوا قشور برتقال لا مش ناس كل انا نحبها بقشور برتقال تكفي بالارانب انت الحقيقه بنينه مش مصريه عاد مصريه اللي قالوا صحيح شايفه أمور واضحة في الكوجينة مال وفي الحلو قلت في خالتي تحب الوزن وفي الحلو في الحلو نعرف نعمل جاتو نعرف نعمل تيراميسو تشيز كيك ديجا عملت واحدة تشيز كيك بالحق بالحق شايف غلى عليك الخبزة الله غالب اي بعد شوفوهم في الديجوستاسيون شنو هي زينتهم وحدي بارك الله عليك عندك ذوق اختي عامله فورماسيون في الحلو حليت انا وياها البقله وحليت انا وياها الكعك ورقه والغريبه معناتها الحلو العربي نتاعنا التونسي بارك الله عليك للدار مش نبيعوا اما الحاجه اي للدار اما الحاجه لا ما نبيعوش اما الحاجه اللي حكينا فيها قبيله زاد قلت لي تخمم تلمون مغروم تعمل حتى انت فورماسيون مش فورماسيون تقراها قرايه شو تحب تعمل؟ نحب نولي نقري زاد بالحق شنو تحب تعمل معناتها باتيسري ولا شيف باتيسري بالحق سبيساليتي باتيسري نصحتو شي شيف هاي نصحني هاي من بكري وحنا نحكي له قريه بالحق باش تقريه والله باش تقريه باش تدخل تقرا عند شيف ان شاء الله اوكي وراك عمرك خويا اونتخ دو بون ما مي لامورك واضحه ناجح انا ناكد لك خذ لي الباك وينجح ان شاء الله
هيا بي نورتنا انتوكا اليوم. عايشك. شنو مازال لكم للاخر؟ احنا نستنيو في حضرتك انت. اه مش قلت عندك حاجه بالفانواز؟ الشوكولا شو حضرناها؟ الشوكولا شو حاضره؟ كيفاش صبيناها في الكوب تستنى فيك؟ كيفاش عملتوها؟ اعطينا ذكرنا شيء. اي خلينا نذكروك. اوكي تفضل. ترى جوبانا تاع المره الاخرى هذه. هذه الشوكولا شو فيها ترو بارفان شوكولا 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 جوبانا وجو كراميل. خذينا دو ساشي شوكولا شوكولا زدناهم 220 غرام حليب غليناه حركناه مليلتر ولا جرام بريسك كيف كيف عطاتنا الكوب نعرف بنفس الكيفالون. اي عطاتنا الكوب هذه نتاعنا وعملنا تشيز كيك. اعطيني يا محمد علي تشيز كيك نتاعنا قديناه بالريكوتا مريحي باش نروح بيه ريكوتا مريح زدناها كعبه ياغورت ناتيلي نتاع ناتيلي زدناها المعجون مشمش سيكا وخلطنا لاباري نتاعنا هذه الوسطانيه والفوق حطينا معجون. بالنسبه للكريم باللوتا بسكويت بو نامبورت شعنا في الدار ذوبنا شويه جولدينه زدناها السكر حطينا سيبور باللوتا. دونك اون ا دو كوب دو ديسير مريقلين والباكيت فرسي هيك حاضره والمقرونه هيك حاضره باش تعداو الديغوستاسيون. تري بيان ملا نتلاقى معاكم بعد شويه في ديغوستاسيون. اونتخ تون كملوا احكيوا على القرايه ومستقبل المشاريع المستقبليه. توا نجيب احكي لكم بعد شويه على تيك توك. عمل لي انا فورماسيون في تيك توك وهو عمل فورماسيون في الكوجينه. عملنا فورماسيون زوز في تيك توك. تحب تدخل تيك توك حطيتي عالم ما يطلعش عليك راك شايف. تيك توك تيك توك معترف به في البلدان الكل كان في تونس. جلو تاكين حتى في تونس معترف به. نوريك تيك توك. علاش؟ برشا ناس على تيك توك شهروا على التيك توك اما ما نفعهم بحد شيء. بحق ما ينفعش. لا ينفع. فيش فلوس. في مصر فيه. في مصر كان في تونس. توا اسال اي عبد. شايف ما تهجرش لمصر. تيك توك على التيك توك باش تهجر. وين نعرف عليك؟ هاك وين تحب تعمل فورماسيون في التيك توك؟ باش نهاجر لمصر. انت باش تهاجر لمصر باش تمشي شرم الشيخ تنجح. شنو من بين تمثيل؟ من بين طموحك يعني تمشي لمصر تمشي تمثل علاش ليه تمشي في الحاجات الكوميديه ولا الدراما؟ هما نمثل معهم واحده في تونس وواحده في مصر. باهي ساقول لي دراما ولا والا كوميدي تنطلعهم؟ يعني دراما 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 واللي في تونس تمشي زوز. في تونس شكون تمشي دراما وكوميدي؟ قويه على الاخر. مرا تمشي زوز كوميدي. البارح نحكي لهم قلت لها نتمنى نوقف قدامها في مشهد درامي تصرفقني بكف ونعمل مشهد كبيره من جينيراسيون قديمه ولا جديده؟ هي قديمه صغيره مش هند صبري. لا 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 واحده في مصر وواحده في تونس. اعطينا اللي في تونس تعيش في تونس وتتمثل في تونس. شكون تمشي كوميدي ودراما؟ قالوا لي في ال قلت شنو قالوا مش قالوا لي في الريجي وجه جندوبي يديني الصحه باهي وفي خاطر قال لك قديمه صغيره قديمه صغيره هاكا نسلموا عليها برشا كانت فرشه طلعت صغيره قديمه انا صغيره ما حبش يكبرها خاطر مش كبيره هي مش كبيره مدام وشكون دي لا بارتي مدام وشكون في الخارج دالي؟ في مصر في مصر اي في مصر تونسيه زاده مصريه غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق اي ما سيريوز اكثر تصوريش تمشي غادة عبد الرازق عملت ادوار برشا كوميدي تمثل معها دراما دراما لا حتى في الكوميديا عندها مسرحيات مقتله ضحك هي ماي طويله في مصر يقولوا طويله وهبله ان شاء الله تمنى لك مستقبل ناجح خليك مع الشريف انا باش نمشي الغوبريك بدل حياتك قبل ما نرجع معكم في ديغوستاسيون ودريساج فينال نحكيو على فقر الدم عند الصغيرات كيفاش نفيقوا صغيرنا اللطف عليهم عنده فقر الدم كيفاش نجم جوستومون الحلول اللي ممكن طبيا وهل ديما الاسباب متعلقه بالماكله والتغذيه ولا فما اسباب اخرى هذا كل نحكيو عليه في بدل حياتك جوست بعد ما نخرجوا اشهار رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل وفي بدل حياتك اليوم نحكيو سانتي نحكيو على فقر الدم عند الصغيرات شنو هو بالضبط فقر الدم في شنو يتمثل كيفاش نجم نفيق بصغيري عنده فقر الدم شنو الحاجات اللي نجم نلاحظهم عليه باش نمشي نهزو يعمل كونسلتاسيون ولا يعمل البيلان نتاعو كيف الاسباب اللي يخلي صغير عنده فقر الدم متعدى ربما ساعات لي بارون كولبابيليز يقول لك زعما انا مش لهي بيه مليح باش ناكل فيه بالكدا ثم الحلول الطبيه
ظفر اليوم هذا كل باش ناخذوا منه بطبيعه لي غراند ليني باش نحاولوا ربما نحكيوا اكثر مع مختصه في المجال هذايا دكتوره فيدرا بن نور طبيبه مختصه في طب الاطفال بيدياتر. مرحبا بك دكتور معنا نورتنا لاله يعيش. موضوع كبير موضوع يستحق يمكن حصه مش فقره ولكن احنا اليوم نحاولوا ناخذوا الخطوط العريضه نحاولوا نعاونوا بعض من لي مامون لي بارون اللي يتفرجوا فينا توا باش ينتبهوا معناتها ما يسكتش على حاجه يمكن ما يعطيهاش اهميه alors que c'est important ça rate de consulter. دونك اول حاجه قبل ما نحكيوا على الاعراض وكيفاش نفيق بصغيري عنده فقر الدم او نشك على الاقل في كلمتين فقر الدم شنو هو بالضبط؟ دونك شنو المعنى نتاع الفقر الدم؟ افون ديكسبليكي شنو المعنى يلزم نعرفوا اللي في الدم فما دم والدم هذايا مكون من مجموعه من الخلايا واللي نصفهم تقريبا تكونهم خليه الدم الحمراء. علاش تسميت بالحمراء؟ على خاطر فيها بروتيين والبروتيين هذه حامله ماده الحديد. دونك بروتيين مع حديد تعطي ماده الهيموغلوبين والهيموغلوبين هذه تعطي لون الكويره ولكن الاهم من ذلك انها عندها دور مهم وهي انه تساهم او هي بيدها تنقل الاكسجين من الرئه الى الخليه. دونك اذا كان نقولوا احنا صغيرنا عنده فقر دم شنو معناتها؟ معناتها فما خلل في نقل الاكسجين هذايا للخليه والعلامات نتاعها نتاع الفقر الدم هذايا يتجسد في زوز حاجات. اول حاجه العدد الكل نتاع الجلوبيول روج هذوما ولا خلايا الدم الحمراء تنقص، والحاجه الثانيه انه كميه الهيموغلوبين اللي في الكويره الحمراء تنقص. اذا تصور وقت اللي انت عندك اشكال ولا عطل في نقل الاكسجين الى الخليه، الخليه باش تكون انسجه والانسجه تكون الجسم. داكوغ بي دونك هذايا دونك باش فهمنا شنو هو دو كوا يلساجي اليوم. كيفاش نجم نلاحظ انا كوالي كبارون انه صغيري ينجم يكون عنده بعض الاعراض اللي هما ان سينيال دالارت نتاع اني نهزو كونسلتاسيون ولا نعملو بيلان ربما يكون عنده فقر الدم؟ شنو هما الحاجات الكلاسيكيه اللي فغيمون ما يغلطوش معناتها اللي اون جينيرال كي يتلموا مع بعضهم لازمني نشك؟ دونك العلامات اللي تجبد انتباه ويقظ الوالدين هي سهله وتبدا بالشحوب. هذه الشحوب معروف، شحوب ينجم يهم البشره ولا يهم الغشاء. الغشاء معناتها لي ميكوز نقصدوا لي كونجونكتيف البشره، يا اما بشره الوجه يا اما لي بابيون دي زوغاي والا تحت الاظافر. كيف كيف العلامات نجم تبدا اصفرار طفيف والا اصفرار مهم كيف كيف يهم البشره ويهم الاغشيه. ينجم الصغير يحس روحه فاشل تعب على الاقل مجهود يقوم به، وهنا نرجعوا لقيمه الاكسجين. دونك الاكسجين نقص في الخليه اذا فالصغير يتعب فيسا. ينجم حتى لي نوريسون لاحظوا عليهم اللي يوليو معاش ينجموا يرضعوا، يرضع تقهوي ويرتاح، يرضع ويرتاح، هذا يلزم يجلب انتباه الوالدين. الدوخه وجعه الراس، الصغير ينجم يحس بروحه انه قلبه يدق لي بالبيتاسيون. ينجم الصغير يفقد الشهيه، لي زونفون اللي فاقدين الشهيه يلزم نخموا اللي امكانيه كبيره يكون عندهم فقر دم. تنجم الاظافر تبدا هشه، ينجم الصغير النمو نتاعو يقف او يولي بطيء، ينجم الصغير يبدا عنده مرض مزمن مثلا وتصير اون غشوت ولا انتكاسه، لازم نخمو ان الامكانيه كبيره يكون عنده فقر دم. الطياب في الفم، الطياب في الشفه، في اللثه، في اللسان. كيف كيف اذا كان الفقر الدم هذا يجي بطريقه حاده والا مرض مزمن ما فاقوش به، نجم يكون علامات نتاعو ضيق في التنفس او صعوبه في التنفس، لازم نخمو اللي نجم يكون الصغير عنده فقر دم. وباش نختموا انه علامات الحساسيه مثلا الصغير تقاها على الاقل حاجه يمرض، فيسا تطلع له السخانه، سريع العدوى، يا دي زونفون اوسي يبدا عندهم مشكل في التيرمو ريغولاسيون، فيسا فيسا السخانه تطلع، فيسا فيسا السخانه تهبط. وفما نختم بلوتو توا انه من العلامات هو صعوبه التركيز، صعوبة الإدراك، صغير يبدأ عنده عندوش ذاكرة، عنده مشكل في السلوك، مشكل في النفسية. علاش؟ على خاطر الحديد يدخل في نمو الخلية العصبية من حديث الولادة إلى سن البلوغ. داكور، دونك هذوما تبارك الله حاجات يظهر لي كي يظهر منهم البعض فرد وقت واحد يولي يشك، معناتها ما نتصورش يظهر الكل عند نفس العبد فرد وقت. احنا نحكيو لي ديفيرون بوسيبيليتي، ايوا. وقتها يولي واحد يمشي كونسولتي لازمو. فوالا. فوالا. لهوني برشا من الاولياء يقول لك لاحظت على صغيري هزيتو نلقاه بالتحليل بالطبيب بالكونسلتاسيون عنده فقر دم ويتسائل علاش ولدي عنده فقر الدم، وساعات فما شكون يدخل في التأنية
يعني بالضمير، يقول لك انا ما وكلتش مليح، انا ما طيبتش حاجه صحيه، انا ما عطيتوش بزيد حديد في الماكله. هل ديما هذا متاثر من التغذيه ولا تنجم تكون فما اسباب اخرى فقر الدم؟ اكزاكتومون سي اون تري بون كيستيون. اللي جوستومون الاسباب، اهم سبب اللي قلتو انت انه يكون فما نقص حديد في الجسم. النقص هذا عنده أسباب مختلفة، ينجم يكون من التغذية، معناتها صغير ياخذ في غذاء غير مناسب، وهذا جوست هنا نجبد الإكزامبل نتاع لي زادوليسون اللي يديسيد أن جور دو ما عادش ياكلوا اللحوم، معناتها سكون أبيل لو فيجيتاريزم، معناتها يحب ياكل مثلا العظم ولا لي بواسون، ويقول لا خاطر أنا ما عادش ناكل اللحم، على خاطر فما حيوان تقتلوا فيهم، إي دونك إي دونك أنا جو فوا برشا في الكونسلتاسيون تاعي لي زانيمي دي زادوليسون أنه على خاطر قرر باش ياكل بطريقة معينة فيخلق له هذا. تعوضش شكل في الفلفل معناتها في الخضروات ما يتعوضوش تنحكيهم بعد لا ما يتعوضش فهمت معناتها ان ريجيم اكيليبري تون بعد نحكيو عليهم اما معناتها هل فيجيتاريزم وهل سكون ابل شبه نباتي راهو ما ينجمش يوصل يجيب له احتياجاته في الحديد ينجم المشكل زاده نتاع الحديد اذا كان صغير يكبر فاحتياجاته تكبر ينجم الصغير يكون يعمل في نشاط بدني مثلا فاحتياجاته تكبر كيف كيف هذا يسبب نقص في حديد في الجسم الاشكال زاده نتاع الحديد من مش زاده من لابور اكاهو ينجم يكون مشكل في امتصاص نتاع الحديد في الامعاء وهذا نشوفوهم عند الصغار اللي ياكلوا التراب سكون ابيل لا جيوفاجي الصغار اللي يبداو ياكلوا كل شيء يبداو في الحيوط ويبداو يحبوا الصابون وكل شيء كنت تناولت الموضوع هذا يعطيك الصحه فهذا يسبب مشكل في امتصاص الحديد في الامعاء الصغار اللي عندهم دود في الكرش زاده كيف كيف ينجم يكون عندهم فقر دم من كيف كيف من مشكل الدود امتصاص الحديد معناتها احنا هنا نحكيو في المثال معناتها انا مش مشكل في لابور انا نجيب في الحديد ولكن مشكل اني الامتصاص الحديد ماك الالتهاب هذاك اللي جاي من الدود اللي في الامعاء ما يخليش فما امتصاص نتاع الحديد كيف كيف فما حساسيات حساسيه صغير مثلا حساسيه ضد بروتين الجلوتين والا بروتين الحليب كيف كيف هذا نجم يسبب فقر الدم حاجه اخرى السمنه مثلا تلقاه صغير سمين وتلقى عنده فقر دم وفقر الدم مشكل في الحديد بوركوا باسكو السمنه تسبب مشكل في الهوميوستازي في متوازنة الحديد في الدم كيف كيف لي زون مش معناتها سمين يعني ما عندوش فقر الدم اكزاكتومون اكزاكتومون وفما الحاجه الاخرى صغار اللي يعملوا في لي سبور دو كومبيتيسيون مثلا هذوكم كيف كيف يبدا عندهم مشكل في امتصاص الحديد وهذاك علاش لازم نركزوا لي زونفون لي سبورتيف ولا السمنه راهم ينجموا يكون عندهم مشكل في الحديد نتعداو الاسباب الاخرى رابيدمون لي زانيمو ايموليتيك فما عائلات يبدا عندهم والا صغار يبدا عندهم امراض وراثيه في الكويره الحمراء والمرض هذا ينجم يمس الغشاء ولا الانزيم ولا الهيموغلوبين اللي حكينا فيها ويسبب انحلال ولا انكسار الجلوبيول روج في الدم فهذا يسبب انه الحديد ايوه الحديد ينقص اكزاكتومون اسباب اخرى فما نقص الفيتامين بي 12 كيف كيف ينجم يكون سبب فما لي زانيمي انفلاماتوار مثلا المرض اللي عندهم مرض التهاب مزمن والا مرض التهاب حاد مثلا اون انفيكسيون ميم غراف بو دوني اون انيمي اما heureusement تبدا ديما موديري فما اسباب اخرى اللي هما سكون ابل فما ديزانيمي يجيو سو فورم دو سيندروم مثلا صغير عنده فقر دم وعنده تشوه خلقي لا قدر الله صغير عنده فقر دم فما علامه اخرى انه يعمل سكون ابل تراجع حسي حركي معناتها يعني اكزاكتومون اون ريغريسيون هذه نخمو في لي مالادي ميتابوليك سموهم الامراض الايضيه الوراثيه وفما نختم اللي فما ليزانيمي افيك مثلا تبدا عندك دوتر بروبليم مثلا الجلوبول بلون طالعين ولا معناتها الخلايا الدم الاخرى فيهم اضطرابات وهنا نخمو انه نعملوا تحاليل معمقه وهنا لا قدر الله نجموا نخمو في سرطان عند الدم فوالا دونك هذايا ما بين الاسباب اللي تخلي معناتها فقر الدم ينجم يظهر ولكن زاد يهمنا برشا الحلول اليوم الطبيه المتوفره قبل ما نحكيو معك على الحلول جوستومون خلينا نسمعوا اشكال ويطرحوه بعض الاولياء في تيمون في علاقه بفقر الدم وبعد نرجعوا نعلقوا عليه ونحكيوا على الحلول في الجزء الاخراني. انا ام لبنيه عمرها توا 7 سنين بنتي تولدت قبل الوقت نتاعها بريماتوري بجمعتين صاروا لها دي كومبليكاسيون في الولاده بعد اول كونترول مشينا للدكتوره لاحظنا شويه صفوريه في الوجه اول حاجه عملنا لها مشينا نثبتنا في حكايه النفس لقينا عندها مانك دو فير ملي هي عمرها 3 شهور بدينا نعطيو فيها في الفير وكي دخلنا الماكله بدينا نركزوا على الماكله نوكلها حاجات صحيه حاجات اللي فيها برشا فير
تلك السبناخ الحومات الخضره، مي سا نونبيش لي يلزمني ديما نطبع لها بالدواء كل مره. كل 3-6 شهور هكاك ابوبخي نعملوا تحليل نثبتوا في اسكو قاعده شي يطلع نيفو نتاع الفير نتاعها ولا لا. الحمد لله قاعده كمان ثم اون اوغمونتاسيون في لي جلوبول روج والجلوبول بلونش نتاعها، مي سا نونبيش لي انا لتوا من عمرها 3 شهور ولا شهرين توا 7 سنين وانا نطبع لها بالدواء كل مره نبدلها الريتم تاع الدواء باش هي ما تقلقش وانا ما نقلقش. الحمد لله تو عمرها 7 سنين ثم تحسن كبير في النيفو نتاع النفس نتاعها. فوالا دونك هذايا يمكن مشكل من بين برشا حكيت عليهم انت، معناتها سي ان تيمونياج ان اكزامبل خليني نقول من ام حكيت على مشكل انيمي بالنسبه لبنتها اللي هي بريماتوري تولدت. اليوم الحلول هل هي ادابتي لكل مشكل، وهل انه هوني في الاكثر الحالات اللي نقولوا احنا الشائعه اعطينا على الاقل مش لكا بارتيكولير ولكن الاغلبيه نتاع حالات فقر الدم شنو هو الحلول اللي تعتمدوها لها ونخلطوا الحل معناتها ما تقعدش الحكايه حيث كل واحد في التريتمون. في التريتمون اول حاجه يلزم نعرفوا كما تو ذكرنا الاسباب، خاطر العلاج مربوط بالاسباب. أي. اذا كان مش كل فقر دم يلزم حديد سا سي تري امبورطون، باسكو عندنا الغلطه اللي عنده فقر دم دونك يخو حديد ابدا، على خاطر الحديد كي تعطي حديد بطريقه مستمره راهو يسبب فائض في الاحتياطي نتاع الحديد وذاك ينجم يضر الاعضاء. الصغير دونك اللي عنده فقر دم جاي من الحديد هذايا اوتوماتيكمون يفو دوني دو فير، نعطيو حديد اسمه فير فيرو يتعطى ما بين 3-6 شهور باش نوقفوا الدواء يلزم يوصل نصلحوا الفقر دم. من الناحيه الاخرى نصنعوا احتياطي كافي باش الصغير ما عادش يرجع له فقر الدم، وزاد نهتموا بالغذاء نتاعو اللي هو ينجم يكون سبب من الاسباب. اي فوالا. بالنسبة للآخرين الأمراض الوراثية بالطبيعة معناتها هذيك تخصصي، ولكن بالنسبة لقيمة الطبيب أنه يعمل سكونابيل لو كونسي جينيتيك يلوش فماش حالات أخرى اللي نجموا نتفاداوها على بكري، وإلا باش ما يجيبوش لا قدر الله صغار مرضى. جوست هكا رابيدوس بالنسبة للتريتمون نحبوا نحكيو على معناتها شنو هي مصادر الحديد، خاطر عندنا احنا باش نرجعوا لكل حكايتك الأدوليسونت نتاع الفيجيتاريزم. اكزاكتومون. دونك مصادر الحديد هي اللحوم معروفة، الحيوانات، لحوم الحيوانات وإلا الأحشام عندها الكبدة وكل شيء. الميزة في البروتيين هذوما دوريجين أنيمال إنهم لابسوربسيون نتاعهم الامتصاص المعوي نتاعهم يصير كان في 20 إلى 30% من الحديد اللي فيهم، والأهم إنه ما يتأثرش بالغذاء في الوجبة الغذائية وما يتأثرش بدرجة حموضة الأمعاء. كونتريرمون للحديد اللي جاي من الخضرة وهذا سي تري امبورتون راهو ما تصير امتصاص كان 2 إلى 5%. شويه بالكل اي بورتون فما خضر فيهم اكثر حديد من اللحوم. هذاك علاش وقت الماكله نتاع الخضر نبدا مثلا ناكلوا العدس ولا البقول ولا حاجه يلزم ديما ناخذوا دو فيتامين سي او ميم طون مع الخضر اللي سواديزون فيها الحديد. الحديد خاطر احنا نقولوا مثلا مع فيتامين سي اوبليغاتوارمون حاجه هكا غابيد مثلا 100 غرام سبناخ فيها معناتها لو دوبل نتاع 100 غرام لحم في حديد. بالنسبه للابسوربسيون سي لو ان كار كي ابسوربي بارابور 100 غرام لحوم. دونك رابيدمون بالنسبه للادوليسون مثلا نقولوا الاحتياجات بالعمر ونختموا. دونك بالنسبه للصغار اللي لي بريماتوري اوبليغاتوارمون لازم نعطيهم دواء الحديد من الاسبوعين حتى لستة شهور. علاش؟ على خاطر الاحتياطي نتاع الحديد يتكون في الثلاثي الثالث من الحمل. دونك انت اذا كان الصغير هذاك تولد قبلك الثلاثي اوبليغاتوارمون باش يعمل انيمي، وهذاك علاش نزودوه بالحديد من اونتر دو سومين اي سي موا. بالنسبه للانفون entre 0 et 6 mois. هذوما ما يستحقوش، علاش؟ خاطر تولدوا في عمرهم دونك عندهم الاحتياطي نتاعهم، دونك حليبهم هما حليب الحكه كافي، وما اذا كان ما عندهمش مرض وكل ما يصير لهمش فقر دم. بالنسبه لي زونفون entre 7 et 11 mois، هوني جو في انسيستي سور سا، كان لاحظت ديما الصغار ما بين 7 و11 شهر يعملوا برشا فقر دم، علاش؟ خاطر الاحتياطي نتاعهم وفي بيسكو يوفى في 6 شهور، دونك هوني اون انسيست ان ريجيم اليمونتير اللي يكون مضبوط من عند الطبيب. الطبيب هو اللي يتبع. بور لي زونفون entre 1 et 6 ans هذوما لي زابور نتاع لي بروتين نتاعهم ديما نحكيو دوريجين انيمال. ما بين يلزمهم ما بين 30 و 50 غرام يكبر شويه يوصل لستة سنين ما بين 100 و 150 غرام لحم احمر. نختموا باللي زونفون entre 7 ans et 17 ans هذوما الاحتياج نتاعهم باللحوم entre 200 و 400 غرام يلزمهم يتوزعوا على وجبتين. اي في النهار يتوزعوا على وجبتين.
داكور تري بيان دونك هذا الكل يخلينا يمكن اون ادابت للعمر اون ادابت للبزوان وسورتو النوع والمشكل والسبب تاع فقر الدم اللي هو ما ينجم يكون كان عن طريق اون كونسلتاسيون عن طريق ديزاناليز ابروفوندي اللي نجم كان الطبيب المباشر في حاله موضوعنا اليوم الصغار دونك مختص بيدياتر خلي ينجم يعطيك يمكن بالضبط شنو الاشكال ويعطيك الحل الادابتي ولكن حابين ناخذوا فكره عامه احنا على الموضوع بو اتيغي لاتونسيون البعض من الاولياء اللي تفرجوا فينا لساعات ما يعطيش اهميه لخطوره المشكل هذا اي سورتو ما يفيقش تلقاه صغير وبحذا يقول لك تعب خاطر يقوم بكري من القرايه مش مركز ولكن الاسباب تنجم تكون كيما كنتوا تسمعوا مع دكتوره هي يمكن فقر الدم ان شاء الله بالفقره نتاعنا فدناكم اليوم نحب نشكرك برشا يعطيك الصحه دكتوره فادره بنور طبيبه مختصه في طب الاطفال اللي كان ضيفتنا اليوم في روبريك بدل حياتك نشكرك على حضورك معنا اليوم يعطيك الصحه ان شاء الله في فرص قادمه وفي دوتغ سوجي تكون حاضره معنا هنا في البلاتو احنا ديريكتومون باش نمشيو لروبريك محلى زينك اللي فيها اليوم ضيفتنا باش تكون للا زوينه لا مارك تونيزيان اللي تستعمل دي برودوي ناتوريل بمناسبه عيد الحب محضر لكم برشا مفاجات برشا كادوات ودي باك اللي تنجموا تشوفوهم معنا في الفيتير هذايا حبت تدللكم وحبت تفرح بيكم وحبتكم تودوا العزيز عليكم لذا حضرت لكم مجموعة كاملة ومتكاملة من منتوجات 100% طبيعية منتوجات هبال منتوجات تعمل عليها 66 كيف كي نقولوا تعمل عليها 66 كيف نعرفوا الحمام وقديش احنا التوانسة نحبوا الحمام ونستناو اكل ويكاند باش نمشيو نفرشكو رواحنا ونحيو التعب والستريس جمعة كاملة فكرنا وقلنا بما انه احنا في للا الزوينة اكثر منتوجاتنا اللي لاقية نجاح كبير والناس فرحانة بها هي لوازم الحمام لوازم الحمام هذه اخترنا من احسن المنتوجات 10 منتوجات كامله اللي باش نلقاو فيها الصابون البلدي المغربي بالعكار الفاسي ولونه زيد احمر وباش نلقاو فيها الليفه المغربيه اللي بها تعمل حكه تعمل 66 كيف وباش نلقاو فيها التبريمه الصحراويه المغربيه اللي هي مجموعه اعشاب كامله وباش نلقاو فيها زاده الجيل دوش بالعكار الفاسي والورد ونلقاو مرطب ومفتح العكار الفاسي والورد كيف كيف هاوك اخترناها كلها بالورد والعكار الفاسي وزاده باش نزيدو ندللو الوجه بدو ماسك اللي هما ماسك لارجيل فير وماسك الغسول المسقى بالأعشاب مسك الطهارة وزيت الورد اللي يخليه ريحة تهبل هذم الكلهم المنتوجات جمعناهم في كوفخي مزيان برشا وتحفون وتهديه للعزيز والغالي عليك هذه المجموعة كاملة جمعتها للا الزوينة وودتكم بها وباش تكون هدية زعما لشكون هدية حاجة سهلة تدخل على الانستغرام وتعمل جيم كومنتير على للا الزوينة وتخلي اسمك وبقدرة ربي مدة أسبوع أكهو احنا نعملو التيغاش ونخرجو اسم الفائزة وتتمتع بالكوفخي هذا المزيان والزوين وبالصحة والراحة ليكم
مرحبتين باللي جينا الكل في نقاط بيع للا الزوينة المنار منوبة رياض الأندلس والعوينة كيما رانا نوصلوا الكامل تراب الجمهورية توصلكم لكموت حتى الباب الدار ننصحوكم ونعطيوكم اللي يتماشى معاكم. في لا سيليكسيون دو جور جوستومون لي كوفري اللي باش نحكيو عليهم من بين الكوليكسيون الموجوده عند دوريس لا مارك تونيزيان نحكيو على عيد الحب اللي قرب دونك برشا قاعدين يخموا في كادو العزيز عليهم وعلاش ليه لي دي نتاع كوفري كادو تكون فكره هايله برشا باش تحكي لنا على لا فاريتي نتاع الشوا هذايا الموجود عند دوريس تحضر وحدنا دورق سانتيني كوكو فونداتريس دو لا مارك دوريس دورا مرحبا بيك نورتنا مرحبا ليندا مرحبا باللي يشوفوا فينا الناس الكل يعيشك اللي نورتنا اليوم يعيشك اليوم كما كنت تحكي ما حبيتش نحكي لكم على ان برودوي بيان ديتيرميني اليوم حبيت نحكي لكم على لي كوفري اللي عندنا في دوريس نعرف اللي برشا مازالوا قاعدين يخموا شنو باش يهديوا لشريك حياتهم ولا العبد اللي يحبوا اون جينيرال دونك حبيت نوريكم لا كوليكسيون نتاع لي كوفري اللي تنجموا تختاروا منهم الكوفري اللي يعجبكم باش تهديوه للعبد العزيز عليكم كما كنت نقول لكم اكيد في وسط الكوليكسيون هذه باش تلقى كوفري يعجبك باش تلقى سوم زادة في المتناول فما فاريتي كيما قاعدة تشوف ليندا كبيرة دونك وفما الروج هذاك عملناه سبيسيال سان فالونتان دونك اختار الكوفري اللي تحب عليه معناتها ادابتي لكل بزوان اوترومون كي باش تهدي للراجل تلقى كوفري للمرأة تلقى كوفري وحتى كان عبد عزيز عليك امك اختك صاحبتك اكزاكتومون نجم زادة تهدي مثلا مرتك حاجة لامك حاجة لحماتك حاجة فما الرجال فما النساء معناتها فاريتي كبيرة فما فيهم سوان فيزاج فما فيهم سوان دكور فيهم لي بارفان معناتها انت تو ديبان مثلا تعرف مرتك تميل اكثر لي بارفان لي دكور اكسيتيرا تنجم تاخذ لها الكوفري هذيك تعرفها تميل مثلا تو سكي سوان دو فيزاج اللي هي بوجه بالكدا وكل تختار لها كوفري سوان فيزاج دونك تو ديبان من العبد اللي باش تهدي له الكادو فوالا دونك انت الكومبوزيسيون نتاع لي كوفري تعملت فيها اون سيليكسيون نتاع بلوزيور برودوي من دوريس برك الله احنا في برشا حلقات تعرفنا على جام ياسر كبيره فما لي بارفان فما الفيرنيا اونغل فما لي برودوي للشعر فما للكور فما الفيزاج دونك كل كوفري تلقى فيه بتيت سيليكسيون من كل حاجه حاجه بالضبط من كل في كل كوفري تلقى سيليكسيون معينه وبيان سور فوس سيليكسيون هذيك فما لي ديفيرون بارفان مثلا كلكو سوا لي دكور ولا كريمه ولا بارفان بيان سور انت تختار البارفان اللي تحب عليها ولا مثلا فما لي فيرنيون قلت زاده تختار اللون اللي تحب عليه بيان سور احنا نعملوا لك اون سيليكسيون لي برودوي وانت تختار البارفان اللي تحب عليها بيرسوناليز ما تحسب انت ذوقك فوالا ان كوفري بلوز او موان بيرسوناليزي حسب لي كولور احنا حابين نخليه للعبيد اللي باش تشري الشوا معناتها تو ديبون من الجو نتاعك تو ديبون من شنو تحب تلقى الشوا نتاعك فوالا تري بيان سور ديما نحب ناكد ونزيد ناكد على السوام نتاع لي كوفري هاكم تشوفوا معناتها دي كوفري ياسر مضخمين ياسر محليهم معناتها حتى انت من بعد ما تكمل تستعملهم وكل تنجم تخليهم تحط فيهم حاجه يقعدوا لك يصلحوا كذا كذا معناتها اما اسوامهم معناتها ابوردابل على الاخر وما نتخيلش عبد يش يقول غالي ولا على بورتي دو تو الموند حاجه مزيانه ومضخمه و على بورتي داكوغ الناس اللي انتريسي بلي كوفري كالعاده يتصلوا بكم حتى تعملوا فونت اون لين ديجا موجودين على ليكرون هذول لي كونتاكت بيان سور باش تلقاو على الباج نتاعنا فيسبوك ولا انستغرام كيف كيف على السيت ويب نتاعنا doris.in تلقاو لي كوفري الكل وفيهم لي كومبوزون نتاعهم الكل تو سامبلومون تعدي الكوموند توصلك الباب الدار في 24 ساعه والا زاده تنجم تلقاهم في لي بارفيمري كيما تعرف احنا ليندا بارتو الحمد لله تو في تونس من بنزرت بن قردان اكيد في البارفيمري اللي عندك في الحومه ولا بعيد شويه تلقى لي كوفري هذوما تشريهم وتختار غادي كسور بلاس معناتها عندك شوا كلكو سوا انت تحب تشري اون ليني ولا تمشي تشريهم سور بلاس تيا لو شوا سي سا معناتها
يعطيك الصحة. نشكرك برشا دورة قسنطين ليكو فونداتريس دو لا مارك دوريس اللي حضرت معنا اليوم. عملنا معها معناتها تعرفنا على ليكو فري المتوفرين عند دوريس اللي كيما كنتوا تسمعوا نجم يكونوا فكرة نتاع كادو هيل في عيد الحب مثلا أو في أي مناسبة أخرى أدابتي حسب البزوان نتاعكم للرجال وإلا للنساء. ولا الكوفري اللي شفتوه سبيسيال لا سان فالونتان اللي بالأحمر هذايا معنا مع لا مارك دوريس كان ضيفتنا في لا سيليكسيون دو جور. وصلنا لاخر حلقتنا اليوم من برنامج نهاركم فل وفرحانه برشا كيما كل نهار خميس يحضر بحضرنا جيست سبيسيال اليوم دالي عباس. مرحبا بك. دونك انفلونسور انستغرامر تيك توكر اليوم في الاور الكل وكان الاور اليوم وان شاء الله علاش ليه ان شاء الله شايف كوجينا في المستقبل. دالي فرح بيك شايف بحضرنا في الكوجينا عديت بحضرنا وقايد به اليوم فرحت بيا الكل الحقيقه فرحان ياسر جبتوني في وسطكم ولبيتوني سافي بليزير. احنا نحبوا ديما اليوم لنا من مجالات الكل جبنا من السبور من الفن من الغناء اليوم من الريزو سوسيو. الاكسبيرينس كيفاش عجبتك تجيب حدا طيبه لنا اخر حاجه ان شاء الله ان شاء الله. اي علاش لا متبقه متبقه وشنو هو في البلا مع حاجه اخرى مع المتبقه كسكسي مقرونه ايه مقرونه بالفاريونت ايه ومع والحاجه الحلوه سفيانه ليه خاطرين ناكلها غاتبي نو زانفونت ريسيت على الشيء سفيانه ما كنت تاكلها والله يسافي بليزيغ هذيك بوتانيسك فلفل برلابيد اي تجي هذيك الزيتون وفاريونت وطن مقرونه بالفاريونت بوتانيسكا كيكا بوتانيسكا تعمل تدخل في الفاميلي هذيك والحاجه الحلوه الديسير ما تفهم بالفاريونت لا لا ما تحلش سي بقلاوه عطيت لا لا مش حليت انت وقتك سي لي بقلاوه جيبها معاك تحب تجيبها معاك تعرف طيب هي اخواتي ما يحبوش يظهروا معايا في ستوريات كان حاب تجي هوني في الكوجينا لا لا في ستوريات هذاك في الكوجينا تجي بحضنا هوني هاي هاي سلموا عليها شو اسمها هي ميسا ميسا عباس نستدعاك تجي بحضنا في البلاتو هوني في الكوجينا بتاع شيف امين وتصنف وتطيب ومعك خوك العزيز كان تحب مش معك خرجوه من الكوجينا شو طيب انت وحدك الوغ شيف فشنو عاونك دالي فشنو ما عاونكش عملنا الريكاب نتاع المنيو. والله الحقيقه ساعه مرحبا بيه هو ساعه حضور ومحليه هكا وكان سمباتيك وخفيف اي ريتشك يخرن قبيله على المعونه يخرن هو عم يروح لهم سكتش زعما اي هذه الصحه والله الام خرنين بيان سور محليه تخرنين لهم هكا شي خليه ضحك يعمل جو تقول منين هذا يطلع خرين تقول مين هذا منين هذاك الشعر نتاع اي ام صحيح. أي شيف عملنا الريكاب الريكاب هذه ساعة باش يعمل عليه ريكاب دالي خاطر قدو هو أي. هو والشوكولا شو عملنا للبات للبات هي صوص بلانش عملنا فيها كريم فريش ناتيلي بات بابيون نمرو واحد نتاع ليبيدور شوية زيتون تاع بهارات وشوية فروماج اي سورتو الفروماج السيسيليان نتاع مريح استعملناه برشا اليوم في الباغيت فرسي وفي البات داكوغ بالنسبة للباغيت فرسي كيما قلنا البات شو فيها ليبيدور فيها جولدينا فيها عظم فيها سكر فيها ملح فيها خميرة تاع خبز بنواس حضرنا البات حليناه حطينا هريسة وحطينا البنادق نتاع كوستيلو حطينا الفروماج نتاع مريح شوية غلة بيان سور نتاع فارم تراست هذيك هي دخلناها الديب هذيك البغيت فرسي نتاعنا. باهي كيفاش عملت لنا دالي التيراميسو؟ خذينا اي نوع نتاع بسكوي حطينا فيه جولدينا ذوبناها وزدنا معها السكر حطيناه في الطبقه الاولى نتاع الكيس وبعد خذينا ريغوتا نتاع مريح حليناها بالكدا وبعد زدنا كابيغورت ناتيلي حطينا كابيغورت ناتيلي وحركناها بالكدا وزدنا معجون سيكام اي نوع نتاع معجون سيكام بنين راهو خلطوا تاكلوا كليت شطروني في الصحفه من بكري وحطيته في الكيسين ونزيدوا زيناهم من فوق بالمعجون توبينج بتاع فانواس والله حافظ درس وتبارك الله عليه جرست في مخه كلها شاف كوتشيته مليحه كوتشي وهوني الفانواز هذيا المقادير عندك شيف سهل هذيك الساشي عليها 220 ملل حليب مليتر مليليتر الساشي ساشي الشوكولا شو اي هذه واحدة تقيس جديدة كما صغاري فينا راه فما المليليتر والليتر والسنتيليتر اما المليليتر نجم نقيسوا اللتر بالكيلوغرام اي انا غير نحكي بعد بالجرام باهي كهو دوك حطينا ساشي في الحليب قاعدة نحركوا دوزمون اف دو قاعدة شوية صبيناه في الكوبا بتاعنا تخي بيان
ديجا هي شوكولا شو بنينه وحلوه ما نزيدوهاش حاجه اخرى باش ما تقعدش باهي برشا. يلا حاضرين ديغوستاسيون باش نعملوا مع بعضنا ذويقه البلا تاع الشيف. اما قبل خلينا نعمل طلع على ريما في الكوان جولدن كوفي كي العاده حضرت لنا قهوه بنينه. اش اخترت لنا اليوم ريم؟ مرحبا بك. اليوم باش نحكي لكم على المنافع القهوه جولدن كوفي. اي من اهم منافع القهوه جولدن كوفي لا سيليكسيون انها هي غنيه بمضادات الاكسده اللي تحمي الكبده نتاعنا وزيد تحفز على افراز هرمون الدوبامين المسؤول على سعادتنا واحنا بيانسور تحبنا سعادتكم. هذيك عليه جولدن كوفي متوفره في البلايص الكل وزيد نجموا ندخلوا على الموقع نتاعها www.goldencoffee.com.in ونلقاو لي زوفر ونلقاو فيها الجديد نتاعنا الكل. يعطيك الصحة، مرسي مرسي، يعطيك الصحة ريما على جولدن كوفي في كل مرة تفرح بينا في الكوان جولدن كوفي. وأنا في آخر إيميسيون نقول مرسي لكم أنتم اللي اخترتوا الحوار التونسي، مرسي بوتيك مانوشكا لاك دو بور لا تونو ديكونتراكتي نتاع اليوم، مرسي لاميا بيوتي، إي مرسي ميزون نارسيس بور لا ميزون بوتي. نتلاقى معاكم إن شاء الله غدوة حلقة جديدة، حلقة الجمعة على قناة الحوار التونسي اللي فيها باش الطيب وحدة أو واحد منكم أنتم مشاهدينا هوني في الكوجينة والشيف يخلي بلاصتو ويولي جوري. نقول لكم ملا في لمين تعديوا لي ديغوستاسيون مره اخرى. نورتنا دليل، مرحبا بك بحضرنا اليوم في البلاتو. يلا عيشك.